هنبدأ زي ما قلت لكم يا شباب، هنبدأ في المحاضرة رقم 10. أنهينا في اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الانتيريور ريليشن والاكستيريور ريليشن. هنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة الاكستيريور ريليشن. وزي ما قلت لحضراتكم يا شباب، لازم يكون في دماغك أو أنت عامل إزاي العلاقات عشان ما تخشش في شبكة العلاقات وتتوه أنت رابط إيه مع إيه، وبعد فترة تلاقي نفسك كل شوية كل ما يزيد الفلوت معاك أو تلاقي الهاي فلوت تقعد تربط علاقات مالهاش لازمة عشان تقلل الفلوت. بمعنى إنك لو بدأت خطأ بتلاقي كل فترة معاك بتلاقي كل فتره الخطا بيزيد يتراكم. فانا زي ما قلت لحضراتكم، انا اشتغلت قلت لكم كملوا العلاقات، فبعض الزملاء بعت انا هنشتغل النهارده على ملف الزميله بهي. زي ما قلت لحضراتكم بهي الحناوي، هي بحكم ان هي جت فتحتها اول مره فوش يعني، وما راجعتش الناس اللي بعتت قبل كده بصراحه يعني. فهنبدا نراجع مع بعض نشوف هي عملت ايه، عشان لو في مع بعض ايه نشوف العلاقات الرسائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا يا باشمهندسين، هنبدأ نشوف كل شبكة. احنا قلت لكم كل شبكة تتربط بكل زون مع بعضها، فهنبدأ نشيك بقى نشوف العلاقات دي مظبوطة ولا لا. تمام، مع بعض كده هنعمل فلتر. وزي ما قلت لحضراتكم هناخد الفلتر من الكود اللي هي سلاش اس اس يعني الستور سيستم، ونقول له اوكي، ونشوف مع بعض ايه هل تمت العلاقات اتربطت زي ما احنا عايزين. نبص مع بعض، تم ربط العلاقات كده مظبوط اهو يا باشمهندس. خدت الانتيريور ريليشن وبعد كده الاكستيريور ريليشن، تمام، وانهت هنا. بمعنى ان كل زون يا باشمهندس دي بقى بيقلل معاك في الاول كونديشن في الدي سي ام اي اللي هي الاوبن اند، بمعنى ان انت بتبقى عارف ايه هو الاوبن اند معاك دلوقتي. يعني احنا دلوقتي احنا بنراجع الشبكه بتاعه الصرف في لزون واحد، ما فيش الا هو نشاطين اتنين اللي مفتوحين. حضرتك لو وقفنا هنا على اول نشاط هتلاقي ملهوش ايه، اول نشاط ملهوش بريديسيسور. ونبدا نكمل كل الانشطه ملهاش اخر نشاط ملهوش سكسيسور. تمام، يبقى احنا كده لسه ما زلنا بنربط. تاني حاجه برضو حضرتك بتاخد بالك منها، اي نشاط اي نشاط تقف عليه. يعني على سبيل المثال احنا نقف مثلا على ترانش اكسكافيشن ان انسبكشن لزون 1 فيز 1 ساور سيستم، تقف عليه بتلاقي بعديه حاجتين، مفروض تلاقي بعديه حاجتين. اي نشاط زي ما قلت لحضراتكم يا باشمهندسين بتلاقي استاذ مش التواصل، تمام، اي نشاط بتلاقي بعديه نشاطين، تمام، في الانتيريور ريليشن عندك. بمعنى ان انا لما نيجي نبص على ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن، ايه اللي بعديه؟ بعديه النشاط اللي بعده في المجموعه بتاعته، اللي هو انا بعد ما حفرت مفروض نعمل الليفلنج التسويه البيدنج والليفلنج، تمام، وبعديه النشاط زميله في المجموعه اللي بعدها. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا عندي ترانش اكسكافيشن المفروض يكون بعديه ايه؟ اللي هو في زون واحد فيز واحد ساور سيستم، يكون بعديه البيدنج اند ليفلنج، وبعديه ترانش اكسكافيشن زون واحد فيز اثنين ساور سيستم. يبقى اذا كل العلاقات بتاعتي بتكون كده، يعني كل نشاط داخلي يكون بعديه ايه؟ بعديه نشاطين، ما عدا اول نشاط الى الان لسه هيكون قبل منه نشاط واحد، واخر نشاط عندك بيكون بعد منه نشاط واحد فقط اللي هو الشبكه بتاعته في المسيل له في المجموعه اللي بعده. ليه؟ لان دي في العلاقات الداخليه في الانشطه الداخليه، لما نيجي نتكلم على اخر نشاط معانا في المجموعه الداخليه ده اللي هي السبلاي ان انسوليشن ذا هاوس كونكشن. يبقى سبلاي ان انسوليشن ذا هاوس كونكشن، هي المفروض هنا ان غلط تقريبا، فات شيك سبيلنج كده تقريبا، الجمله دي مش مظبوطه لغويا يعني. سبلاي انسوليشن ذا هاوس كونكشن عموما يعني اللي هي الوصلات المنزليه. ايه اللي بعد الوصلات المنزليه في العلاقات الداخليه بتاعته اللي خاصه بالمجموعه، اللي هو خاص بالمجموعه زون واحد فيز واحد ساور سيستم؟ ما فيش. يبقى اذا بعد منه اللي هو سبلاي انسوليشن ساور سيستم المجموعه اللي بعدها، تمام. يبقى اذا العلاقات كلها هتمشي بالوضع دي كله بنفس ايه، بنفس اللفظ. زي ما قلت لحضراتكم يا شباب ان اي نقط، بص الماوس عندي اهي، اي نقط كتير كده دي معناها ان الفلوت عالي، دي هندرسها هنعملوها بعدين وهنشوفوها. لاحظ ان ايه، اعمال المساحه فيها فلوت عالي. اخر نشاط مفتوح،
نبدا نراجع الشبكه اللي بعدها، هنلاحظ الباشمهندسه هنا عندها خطا صغير ان المجموعه دي مفروض هي سايباها اوبن اند، لا مفروض نربطها، دي اول خطا اهو اكتشفناها مع بعض، هنربطها بالمجموعه اللي بعدها. يبقى سبلاي انسوليشن ل، احنا دلوقتي في زون، في زون 2 فيز 1 كانت الوصلات المنزليه، في زون 2 فيز، في زون 2 فيز 1 كانت سايباها مفتوحه فهتتربط باللي بعدها، وتقريبا نفس الخطا هي نسيته برضو اهو نفس القصه هيتربط باللي بعدها. تمام، اكيد ما دام نسيت يبقى نفس الخطا اهو. تمام، يبقى لازم كل العلاقات ايه، كل العلاقات اي نشاط نقف عليه بنلاقي فيه نشاطين قبله ونشاطين بعده. ايه النشاطين اللي قبله؟ واحد منهم من المجموعه بتاعته، انا لما نتكلم عن المجموعه يبقى انا نقصد دول يا باشمهندسين، المجموعه الخاصه من اول هنا لحد هنا اللي انا معلم عليه، والنشاط زميله في المجموعه اللي بعدها. تمام، يبقى اذا انا عندي لما نيجي نتكلم على الحفر، ايه اللي بعد الحفر في المجموعه دي؟ اللي بعد الحفر البيدنج الليفلنج، ومين اللي بعده في المجموعه الخارجيه؟ الحفر اللي بعده. بمعنى انا بنقول له يا مقاول بعد ما تخلص حفر هنا اطلع على المجموعه اللي بعدها، والناس اللي خاصين بالتسويه والليفلنج والحاجات دي هيخشوا بعد ما بتخلص حفر. تمام، يبقى امتى هنبدا، ايه اللي هيبدا بعد النشاط ده؟ هيبدا بعد منه نشاطين، نشاط تسويه خاص بالمجموعه بتاعته، البيدنج الليفلنج خاص بالمجموعه بتاعتها، ونشاط الحفر في المجموعه الثانيه. تمام، نبدا بعد كده نبص برضو على العلاقات، نرجعها سريع مع بعض. تمام، متربطه زي الفل كده. تمام، يبقى هنا ايه، ما كانش فيه خطا غير في نشاطين اتنين، هنبدا نشيك على شبكه الميه، نشيك مع بعض على شبكه الميه. خلصنا كده شبكه الصرف ما فيهاش اي حاجه، تمام كله تمام. هنبدا نشيك مع شبكه الميه اللي هي البادو والوادر، وزي ما قلت لحضراتكم يا باشمهندسين الفلتر بنقول له ايه، الاكتيفيتي نيم كونتينز، يحتوي على الكود، انا خدت جزء من الكود لان مش هتلاقي، يعني بناخد كلمه يونيك يعني، ودي اللي احنا حاطينها يونيك سلاش بي دبليو. تمام، وبالتالي البي دبليو الاختصار الباتابل واتر، وبعد كده نعمل الفلتر ونقول له ابلاي، ونشيك مع بعض نشوف في العلاقات. طبعا العلاقات الداخليه متربطه والعلاقات الخارجيه في نفس المجموعه. تمام، دي مفتوحه طبعا لسه معانا، هنقول لحضرتك متربطه ازاي دي اول. يبقى اذا لما نيجي نبص على كل نوع شبكه ميه، شبكه ميه في زون واحد ما فيهاش غير نشاطين اوبن اند، طبعا ايه، اول نشاط ملهوش بريديسيسور واخر نشاط ملهوش سكسيسور. تمام، طيب بعد كده لزون اثنين، زون اثنين انا ما زلت براجع الشغل، زون 2 زي الفل، ما فيش غير اول نشاط واخر نشاط، العلاقات متربطه. تمام، زون 3 نفس القصه، زون 4 تمام. يبقى اذا انا رجعناهم مع بعض، العلاقات كده مربوطه، هنبدا نشوف على شبكه الاريجيشن، تقريبا كله هيبقى تمام يعني ان شاء الله. كنترول سي الاريجيشن، قول له موديفاي، هات لي اي انشطه تحتوي على كود بالكلمه دي او بالحروف ده. كده اول شبكه، اول شبكه معانا، اول شبكه فيها اول نشاط ملهوش بريديسيسور وكل الانشطه متربطه، في هنا اخر نشاط نشاط واحد، ولما تقف على نشاط في النص كده المفروض يكون في اثنين قبله واثنين بعده، ما عدا اول نشاط بيكون في واحد قبله واثنين بعده، ودي الطريقه او ودي الطريقه المثلى يا باشمهندسين اللي هتشتغل عليها، عشان زي ما قلت لحضراتكم ما تغلطوش وهتخشوا في النتورك في للانشطه مالهاش داعي. بعد كده نخش على زون 2، تمام متربطه زي الفل. تمام، نبدا بقى على بركه الله، ايه تقريبا كل الانشطه طبعا شيك على شبكه واحده، وبعد كده نكمل بقى ايه، نطمنه على شبكه الكهرباء كده بالمره للالكتريكال سيستم. كنترول سي، شبكه الكهرباء آخر واحدة مفتوحة ما فيش مشكلة. تمام، هنا آخر واحدة هي مفتوحة زي الفل، لاحظ إن هنا في دوت، هنا في فلوت عالي اهوت، في فلوت عالي هنا وفي فلوت عالي هنا اهو، آخر وآخر نشاط مفتوح هنا.
طبعا ليه؟ لان الوصلات المنزليه دي واخده دي انستولينج ويرنج تاب اند باك فيلينج فور، يعني الرقم عالي، يعني مش عارف هل احنا كنا اوير اكيد الرقم دي 32. 32 دي هنبقى نشيكه مع بعض، يعني الرقم دي 32 مظبوط يعني، او ممكن تمام ما دام احنا ايه اخر نشاط مفتوح. تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس هنبدا نعمل حاجتين. هنبدا كده احنا اطمننا على العلاقات، نفتح بقى الفلتر. ايه اللي هنعمله بعد كده يا باشمهندسين؟ هنبدا نعمل ان اللهم صل على الحبيب المصطفى، هنبدا نقفل الشبكات دي مع بعضها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ربطت الشبكه، ربطت شبكه الصرف بالزون زي ما قلنا لحضراتكم كده، ما هنا ربطت شبكه الصرف هنا، شبكه الصرف دي بالمجموعه دي كده، اذا كل زون واحد اتربطت كده شبكات صرف وميه وري، ولكن كل شبكه مستقله لوحدها. مش هعرف ابدا امتى. تعالوا بقى نبدا نشوف نشوف ايه نربط امتى هتبدا شبكه الصرف، وامتى امتى هتبدا شبكه الري الميه بعد الصرف. يعني عندي دلوقتي ايه؟ عندي دلوقتي شبكه الصرف باديه في الاول، طيب امتى هتبدا الري؟ هل هتبدا الري مع الصرف؟ طب هل هتبدا الميه مع الصرف؟ تعالوا نعمل سكادول للبرنامج ونشوف البرنامج مبدئيا هيرمينا فين، احنا لسه ما فاتحين العلاقات رابطين شبكات مع بعضها. لاحظ يا باشمهندسين البرنامج رماني لنوفمبر، والعقد العقد مده المشروع سنه، مشروع كبير ومضغوط مدته سنه. طب انا لو مشيت على الوضع دي اذا كل الشبكات هتمشي مع بعضها. مش عارف انتم مستوعبين ولا لا. كل الشبكات هتمشي مع بعضها، هل دي منطقي؟ لا طبعا دي مش منطقي. طب ازاي هنحلها؟ هنحل دلوقتي مع بعض. البرنامج بيقول لي على فكره انت دلوقتي مفروض تخلص المشروع من غير اي حاجه، انا لسه ما ربطتش الشبكات ببعضها، انا ربطت شبكه الصرف بزون اتنين مع بعضها، وشبكه الصرف بزون ثلاثه مع بعضها، وشبكه الصرف بزون اربعه وزون واحد وهكذا. وكذلك برضو ربطت شبكه الميه ببعضها، وربطت شبكه الري ببعضها، والكهرباء ببعضها، وكله ببعضه، ولكن ما فيش علاقه شبكه بالتانيه خالص. ما فيش اي علاقه شبكه بالتانيه خالص، والبرنامج رميلي انا الى الان سايب النهايه بتاعت البرنامج مفتوح. وبقول لي مبدئيا كده حضرتك انت هتخلص يوم 23 نوفمبر. 23 نوفمبر، يعني انت يعني باقي لك يعني، والمشروع اصلا تعاقدين هيخلص 15 يناير، المشروع كان بدايته يناير 1 يناير او 2 يناير تقريبا، ولان 1 يناير موافق يوم جمعه، 2 يناير 21، وهيخلص 15 يناير 22. تمام؟ ايه بقى اللي هنعمله مع بعض؟ هنبدا نشوف العقد بيقول ايه. تعالوا بقى نراجع مع بعض يا باشمهندسين شويه حاجات كده قبل ما نخش عشان تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. اول حاجه السلايد دي واضحه يا مهندس اسامه؟ الو مهندس اسامه السلايد ايوه واضحه؟ هندسه. لا تمام واضح هندسه واضح. تمام. بصوا بقى يا باشمهندسين المشروع دي فيه اتنين مقاولين، ودي انا جايبها لك كيس عشان تبقى ايه كريتيكال شويه، او يعني بمعنى صح ايه صعبه، بحيث ان انت لما يجي لك السهل تشتغل عليه. اتنين مقاولين موجودين مع بعض. المقاول الاولاني احنا رمزنا له بجي 1 اللي هي الجروب 1، والمقاول الثاني اللي هو جي 2، والبرنامج الزمني اللي احنا شغالين عليه ده يا باشمهندسين خاص بجي 2. تمام. يبقى جروب المجموعه الاول، الجروب الاولاني او المقاول الاولاني كان شغال بقاله فتره، وجه في اول شهر يناير 21 قال لك خش يا مقاول الثاني، فاذا البرنامج الزمني دي خاص بالمقاول كام؟ بالمقاول الثاني. تمام. وقال لك ايه بقى؟ قال لك المقاول الاولاني اللي هو جي 1 هيسلم جي 2 الزون 2. احنا دلوقتي هنرتب طبعا شغلنا وفقا للزونز، طبعا هي زون 2 الاول، وبعد كده زون 3 وزون 1 وزون 4، هنرتبهم دلوقتي مع بعض لان احنا عاملين زون 1 زون 2 زون 3 زون 4، هنرتبهم حسب العقد كده. فالمقاول العقد او الكونديشن اللي كانت محطوطه في العقد يقول ان جي المقاول الاولاني هيسلم المقاول الثاني يوم 6/2
زون 2، وهيسلمه يوم 9/2 زون 3، وهيسلمه يوم 30/2 زون 1، وهيسلمه يوم 10/4 زون 4. يبقى اذا دي كونسترين. لما قلت لحضراتكم يا باشمهندسين في المحاضره الاولى او الثانيه ان السوفت كونسترين ولازم تقلل من استخدام الكونسترين، ببساطه خالص لان الكونسترين دي شيء ثابت والبرنامج هو شيء متحرك، تمام، وبالتالي لازم تقلل من استخدامها. الا ولو تفتكروا تراجعوا المحاضرات كنت قلت لكم ايه، الا في حاله شرط تعاقدي. اهو دي الشرط التعاقدي معانا عشان يمنع الخلافات والمشاكل، وكل واحد يقول له انا امتى، فعمل ايه، عمل يعتبر ايه، عقود داخليه صغيره. طب هو عشان نبقوا فاهمين مع بعض ايه اللي احنا بنعمله، احنا المقاول الثاني اللي هو احنا البرنامج الزمني واخدينه كيس ستادي، بيعمل 6 شبكات وطرق، واخر طبقه من الطرق المقاول الاولاني اللي هو الجي 1 بيعمل شبكه واحده اللي هي شبكه السيول، وبيعمل طبقات الطرق ما عدا الويرنج كورس، اخر طبقه الويرنج كورس. وهتقول لي ليه ساب الويرنج كورس، رموا هم جيل مالك قال لك الويرنج كورس ياخدها، انا بعيشك الحاله معايا عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لان هنخش دلوقتي في البرنامج وهتبقى تايه في حاجات كتير لو ما فهمتش الموضوع ده. المالك قال لك لا، الويرنج كورس ياخدها المقاول الثاني، الويرنج كورس ياخدها المقاول الثاني. ليه؟ لان هو عشان لما يبهدل شغله يبقى هو اصلا شغله، لان هو هيسلم، هو اخر واحد هيسلم الشغل، فلو حصل لخبطه او بهدل الطريق يبقى هو اصلا هو المسؤول عنه يعيده. ما نديش ايه، ما نديش الطبقه النهائيه لمقاول الاولاني ويجي المقاول الثاني يبهدل ويخرب في الشغل زي ما هو عاوز. دي كان الهدف، ان المقاول الثاني ما ياخدش اي اعمال طرق غير الطبقه النهائيه، المقاول الاولاني. يبقى اذا المقاول الاولاني خد ايه؟ خد طبقه خد شبكه السيول فقط، وخد الطرق كلها ما عدا الويرنج كورس، تمام. جه بعد كده قال لك ايه اللي هيعمله لما الجي 1 او المقاول الاولاني، يا رب الناس تفهم يا رب، ويا ريت اللي يفهم يقول لي واحد، لو في حد مش فاهم يقول لنا اثنين. ايه اللي هيعمله المقاول المقاول الثاني لما المقاول الاولاني يسلمه؟ يعني جي 1 هتسلم جي 2. قال لك جي 2 هتعمل 3 حاجات، هتعمل 3 شبكات، وبعد كده تسلم الاريا لجي 1 هيكمل شغله، وبعد كده يخش ايه جي 2 يعمل ال3 شبكات التانيين مع شبكه ايه، مع 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 الطبقه النهائيه للطرق. انا زي ما قلت لحضراتكم ان جي 2 او المقاول الثاني بيعمل بيعمل 6 شبكات، 6 شبكات وطبقه نهائيه من الطرق. طب ايه هو اللي هيعمله مع بعض عشان نبقوا عارفين ايه هو اللي هيعمله الجي 2 الاول او المقاول الثاني؟ قال لك المقاول الثاني اللي هو الجي 2 يوم ما جي 1 هيسلمه يوم 6/2 هيعمل ثلاث شبكات. ايه هم ال3 شبكات؟ قال لك هيعمل الميه، وهيعمل الري، وهيعمل الصرف، وهيسلم جي 1. هيكمل جي 1 شغله، وبعد كده هيسلم جي 2 ثاني، يسلم جي 2 تاني يكمل شبكة الكهرباء وشبكة الإنارة والتليكومينيكيشن والويرنج كورس، تمام. يبقى إذا في المجموعة الأولانية دي التاريخ التسليم الأولاني هنعمله إزاي على البرنامج. بعد ما يخلص ناخده مثلا لو اتكلمنا على زون 2 هيسلمها يوم 6/2، يوم 6/2 دول هيكون خلص، هو خلص ال3 شبكات، شبكة المية والري والصرف، وهيسلم جي 1. يبقى جي 2 بيسلم جي 1 اهوت، انا جي 2 وبعد كده ارو مد ايه لجي 1. جي 1 هيعمل شغله، انا كمقاول او ك ك ك ك ك انت مثلا كبلانر مالكش دخل بشغله هو هيعمل ايه، ولكن انت بتدي له المده بتاعته. هيسلمه يوم 17، يوم 16/7، هيسلمه يوم 16/7. هيعمل شغله في مده اقصاها 16/8 ويطلع. يجي بعد كده جي 2 هيعمل الشبكات اللي باقيه، يعمل اللي هي شبكه ايه بقى يا شباب مع بعض؟ شبكه الكهرباء، كهربه الانار، اناره الشوارع، وكهربه المنازل اللي هي اللو واللور، وبعد كده التليكومينيكيشن، ويقفل شغله ب الويرنج كورس. الهستوري دي يا باشمهندسين فهمتينها؟ يا ريت اللي فاهم يدوس واحد، فهمتوا انتوا الحوار دي عشان هنبني عليه شغلنا. انا متابع الرسائل اهوت يا باشمهندسين، لو حد مش فاهم يدوس اثنين، لو حد مش فاهم يا باشمهندسين يدوس اثنين، تمام. واحد
بسرعه يا باشمهندسين عشان الوقت، في حد اثنين، لو في حد اثنين يدخل على طول مش لازم حتى واحد يعني. تمام، اذا كل واحد اثنين اثنين. بص يا باشمهندس اثنين، ده في حد اثنين كمان، حمزه في حد اثنين يا باشمهندسين. دي لخبطه شويه يا باشمهندس، انا جبت لك كونسترين، امتى تحط الكونسترين؟ وفي اكسس ديت وفي دي في المشاريع الكبيره، احنا كنا بنعملها طبعا في مشاريع المترو، بيحصل لما يكون مشروع كبير جدا ما بيقدرش من اول واحد ياخده، فبنعمل حاجه اسمها تحالف او الجوينت فينشر. طيب مين اللي بيحكم التحالف دي؟ في يا اما اداره التحالف نفسها بتعمل كوردينيشن، يا اما الاونر. تمام؟ طيب الكوردينيشن بس كده 5 شهور لانها انا مالي من الاعمال. ما هو اللي بتاع مضغوط، ممكن لو سمحت كل المقاول مكتوبه. مش مكتوبه. بص يا باشمهندس، الاعمال كل مقاول مكتوبه، اللي انت يهمك الكيس ستادي هي. طب هنخلص مع بعض. بص يا باشمهندسين، من تاني سريعه اهوت في المشاريع الكبيره، ودي انا اتعمدت نجيب لك مشروع كبير عشان يكون شامل كل المشاكل، كل المشاكل. في المشاريع الكبيره ما بيقدرش من اول واحد يغطي الشغل، فبيضطر المالك يقسم، يا اما الجزء، يا اما بيعمل تحالف جوين فينشر، يا اما بيقسم الشغل بين المقاولين ويعمل كل، ويطرح كل واحد عقد لوحده. فالمقاول الاولاني اللي انا رامز لك بيه، اللي انا رامز لحضرتك بيه الجي 1، تمام، والمقاول الثاني انا رامز لك بيه المجموعه الثانيه اللي هي الجي 2. البرنامج الزمني او الكيس ستادي اللي احنا شغالين عليها هي خاصه بالمقاول الثاني. وليه خاصه بالمقاول الثاني؟ لان المقاول الثاني معاه كل الشغل، يعني معاه 70% من الشغل او اكثر من 70%، يمكن 75 كمان في المية. المقاول الاولاني معاه شغل قليل. ايه اللي عمله، ايه اللي عمله المقاول الاولاني؟ المقاول الاولاني معاه شبكه واحده اللي هي شبكه السيول فقط، واعمال الطرق، اعمال الطرق ما عدا اخر طبقه الويرين كورس اسندت للمقاول الثاني. تمام؟ طيب المقاول الثاني معاه ايه؟ معاه 6 شبكات والطبقه النهائيه من الطرق. ايه هي الشبكات اللي مع المقاول الثاني؟ معاه اللي هو البرنامج الزمني اللي احنا شغالين عليه، طبعا انتوا اكيد حضرتكم حفظتوه دلوقتي، احنا دخلنا شهرين بنشرح فيه. معاه المقاول الثاني معاه شبكه الصرف، شبكه الري، شبكه الميه، معاه شبكه اناره الشوارع وكهربه القوى والتليكومينيكيشن او الاتصالات، واخر طبقه من الويرنج كورس. فالمقاول المالك عشان يحزم الامور عمل تواريخ وقال لك كل واحد امتى يدخل في الزون وامتى يطلع منها. قال له يا مقاول الاولاني، حضرتك هتسلم المقاول الثاني يوم 6/2، تكون مخلص شغلك بالكامل اللي هو السيول والسيول والطرق ممهدها ما عدا الطبقه النهائيه طبعا لانها مش تبعه، يوم 6/2. طيب يوم 6/2 ايه اللي ده بالنسبه لزون 2. طبعا زون 3 وزون 4 هيسري عليها، اللي هنقوله في زون 2 هو اللي هيمشي على كل الزونات يعني. يوم 6/2 حضرتك هتسلم المقاول الثاني اللي هو الجي 2. تمام؟ طب هتعمل ايه يا جي 2 في من 6/2 ل 16/7؟ هتعمل 3 شبكات فقط، مش من حقك تعمل غير 3 شبكات فقط. وايه هم ال3 شبكات؟ قال لك هتعمل شبكه الميه وشبكه الري وشبكه الصرف، وتسلم يوم 16/7 تسلم جي 1 يكمل شغل الطرق بتاعته. تمام؟ انا مش شاغل بالي هو عمل ايه اصلا يعني، انا يعني كمقاول جي 2 ماليش دخل، هي تواريخ ولزم بها المقاول الثاني، المقاول الاولاني، فانا مش شاغل بالي هو هيعمل ايه، هو هيعمل ايه من 16/7 ل 16/8 انا مش شاغل بالي، تقريبا هيعمل الطرق، تمهيد تكمله الطرق والحاجات دي، فدي مش شغلتي لان هو مش سكوبي. تمام؟ ولكن انا ملزم بالتواريخ، وهنقول لك ازاي تدخلها على البرنامج. هيدخل في جي 2 من 16/7 ل 16/8 لمده شهر. هيعمل ايه جوه دي انا ماليش دخل بيها. انا بكلمك كيس ستادي يعني، هيعمل ايه جوه انت مالكش دخل بيه. ويوم 16/8 مفروض يسلمك، تكمل انت شغلك، تنهي تسلم المشروع يوم 31 يوم 13/1/22. تمام؟ دي كانت ايه؟ دي كانت
كل ما هو خاص بالزناد. طب تعالوا نعمل الكلام دي على البرنامج. تعالوا بقى، انا عملت لكم رسمه مبسطه عشان الناس برضو اللي ما فهمتش، بسيطه جدا اهي للناس اللي ما استوعبتش الكلام. بص، دي بدايه المشروع. جي 1 هيدخل هيعمل شغل، هتبدا حضرتك اللي هو زي ما قلنا هيجي هنا يوم 6/2، يعني هيفضل يشتغل يوم 6/2 هيسلم المقاول الثاني. لاحظ ان المشروع يا باشمهندس، طب انت بتقول لي 6/2، طيب والمشروع معانا هنا في احنا عاملين البدايه بتاعته يوم 1 يناير او يوم 2 يناير، طب حضرتك مقاول الاولاني هيعمل ايه في من 1 يناير لحد 6/2؟ دي بيعمل الموبلايزيشن ويبدا يعمل الانجينيرنج ورك. هنحط في المده دي، لان طبعا المشروع مضغوط، كانوا حاطين تقريبا زي حوالي 35 يوم تعمل فيهم موبلايزيشن وتعمل فيهم الاعمال المساحيه المبدئيه الكوردينيشن والحاجات دي كلها، وتبدا تعمل النقاط بتاعتك وتربطها وتعمل الرسومات الهندسيه. تمام؟ طيب بعد كده نرجع للرسمه اللي بتاعت الاوتوكاد. اذا لو فرضنا ان دي ايه، لو عملنا كده خط كده، فرضنا يا باشمهندسين ان دي 6/2، بدايه الخط دي كانت 6/2، هيعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه في البرنامج بتاعنا في 6/2؟ هنعمل الصرف وهنعمل الميه وهنعمل الري وهنسلم جي 2. يبقى هنقوله كده على سبيل المثال، اللي هو كان دي تاريخ، اللي هو كان كام؟ التاريخ كان 16/7. تمام؟ من 16/7 ل 16/8 دي الجي ايه؟ الجي 1 المقاول الاولاني هيبدا يعمل شغله. تمام؟ بعد كده حضرتك هتعمل شغل الكهرباء وشغل الاتصالات وشغل الاناره وشغل الاسفلت لحد ما ينتهي المشروع بتاعك اللي هو يوم 13/1/2022. توزيعة الاعمال جوه بقى انت حر فيها، المالك حاكمك. يعني اذا لما تيجي تبص للبرنامج دي، برنامج معقد شويه، ان هو كذا بكذا عقد جوه عقد، يعني هيطلع هيدخل هيطلع حاجات كتير. فانت اعمالك انت معاك مده من 6/2 ل 16/7، اعمل اللي انت بس معاك ثلاث شبكات هتشتغل، مثلا تقول الصرف الاول وبعد كده الميه والري. ويفضل يا ريت كل الناس تركز يا باشمهندسين، لما تيجي ابدأ بسرعه بسيطه. بمعنى ايه؟ ما تبداش تقول صرف وميه مع بعض. ليه؟ لانك انت لسه ما انتش فاهم طبيعه التربه والمقاولين، ولسه ما زلت برضه بتاخد سرعتك. حاول يعني تشتغل على حاجه اسمها ايه بقى؟ الليت ستارت او البدايه المتاخره، وتزود سرعتك بعد كده. هنفترض مع بعض، انا لسه ما زلت بفكر معاكم، يعني لان قد يختلف السيكونس وقد يتغير السيكونس واحنا شغالين. هنقول مثلا الصرف، نخلص الصرف وبعد كده ندخل بالميه، وبعد ما نشتغل تقريبا مثلا مده صغيره في الميه كده زي قيمه مثلا 15 يوم ولا حاجه على حسب، نخش بالري. ليه؟ لان شغل الري اقل شويه، بحيث ننهي يوم 16/7 نكون انهيت الصرف والميه والري، ويخش المقاول الثاني في الشهر بتاعه يعمل الشغل اللي هو عايزه، اللي انا ما اعرفوش او اللي انا ما يلزمنيش اصلا اعرفه لانه مش سكوبي. فتمام، بعد ما يسلمك يوم 16/8 حضرتك هتخش تعمل ايه؟ هتعمل الكهرباء، ووزع زي ما انت عايز الكهرباء والاتصالات تبداوا مع بعض، وبعد كده تخش بالاناره والاسفلت زي ما انت عايز حضرتك. المهم ايه؟ انت معاك ثلاث شبكات وطبقه اسفلت نهائيه هتخلصهم في المده دي. تمام؟ اذا كده ايه؟ فهمنا. دي التايم بار بتاع المشروع ككل، يعني ادا جي 1 وبعد كده جي 2 وبعد كده جي 1 وبعد كده جي 2. اتمنى كده تكون كل الناس فهمت واستوعبت معانا ايه اللي احنا هنعمله. هنبدا بعد كده نعمل ايه يا باشمهندسين؟ هنضيف، احنا دلوقتي شرحت لكم القصه ماشيه ازاي. الناس مستوعبه؟ المقاول الاولاني، البرنامج دي يا باشمهندس خاص بالمقاول الثاني. المقاول الاولاني اعماله ما تستعجلش، هنحطها لك كتايم بار، نقول اعمال المقاول الاولاني انا ماليش دخل بيها. تمام؟ انا عارفها، انا يعني احنا كشركه عارفها، ولكن انت بقول لك كشغلك ما يلزمكش انك تعرفه. انت هقول لك تحطه ازاي دلوقتي، هنقول لك تحط الاعمال. ودي يا باشمهندسين دي من اصعب الكيس ستادي. انا طبعا متضايق ان 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 ان, إن, إن
ان الدوره خدت وقت كتير، ولكن انا بشرح لك كيس ستادي، وكل شويه بحاول اشرح لك المشاكل. انا لو حبيت اشرح لك كورس وخدت لك كيس ستادي صغيره، كنت خدت لك زون واحد وعملتها ودخلت بسرعه وكنا في خلصنا بسرعه. ده انا كمان ربنا يعيننا على ظبط الفلوت، وانا بحاول هظبط لك الفلوت دي، هتاخد مننا وقت كتير جدا، لان هشرح لك ازاي تعملها مع بعض، لانها هتاخد وقت كتير جدا مننا، وازاي تظبط الفلوت بتاعك. الشاهد من كده ان المقاول الاولاني اللي هو الجي 1، البرنامج دي خاص بجي 2 يا باشمهندسين عشان نبقوا عارفين مع بعض، الخاص بجي 2. انت شغلك انت بتدرس كيس ستادي جي 2 اللي هي واخده معظم الاعمال، اللي هي واخده معظم الوقت. اهي شوفي، لاحظ ان لو لاحظ التايم بار بتاع المشروع، جي 2 هي اللي واخده كل حاجه، ودي اللي فيها كل الاعمال. تمام، جي 1 واخده شغل صغير هنا، مده صغيره، واخده مده صغيره هنا. ليه بقى؟ لان جي 1 باديه بقى لها فتره، يعني لما تلاحظ ايه، نقوله ار اي سي جي 1، افترض ان هي باديه بقى لها بقى، انا طبعا بصراحه ما اعرفش بدايه العقد بتاعهم كانت امتى، ولكن ممكن نقول ان هي باديه بقى لها فتره طويله. تمام، يعني ممكن نقول ان جي 1 واخده المشروع بادئ بقى له فتره طويله وعامله شغلها بقى ويعتبر شبه مخلصه، وبالتالي دخل ايه، دخلت جي 2 عليه. تمام، ولكن بيسمحوا لهم بشهر، في شهر كده في النص بيعملوا بعض الاعمال وبعد كده يطلعوا خالص. وعشان يحكم المقاول، المالك يحكم القصه دي ويحكم المشاكل دي، عمل شروط تعاقديه وتم الاتفاق عليه. تمام، ربنا يكرمكم يا باشمهندسين، شكر لله. طيب بعد كده يا باشمهندس هنبدا ايه، نبدا نخش نجيب الاعمال الانجينيرنج وركس اللي كان بيسالنا عليها الباشمهندسين، ونبدا نحط بدايه ونهايه المشروع، شويه انشطه كده بيتحطوا في الاول. طب حضرتك بتجيبهم منين يا باشمهندس؟ هل هنكتبهم؟ لا، بتروح حضرتك تشوف مشروع شبيه. ليه؟ لان الاعمال الهندسيه والاعمال الماتيريال والكلام ده كله معظمها ايه، معظمها ثابته، فبتروح تشوف مشروع اتعمل قبل كده وتيجي جايبهم كده وحاططهم. طب تعالوا نعمله مع بعض، نجيبه الاعمال دي. يلا نجيبوها ازاي حضرتك؟ قبل ما تجيب الانشطه اللي هي خاصه بالاعمال الهندسيه والماتيريال طبعا الكونسترين انا هجيبها من المشروع الاساسي، هي موجوده معايا مشروع، ولكن ايه، دي مش صعبه، ممكن انت تكتبها عادي، ولكن تسهيلا للوقت انا هجيبها من مشروع تاني كانشطه فقط وليس كعلاقات، علاقات هنعملهم مع بعض. تمام، طيب تعالوا بقى حضرتك لما تكون عايز تجيب انشطه من مشروع تاني، بتقفل المشروع وبتبدا تفتح ايه، وبتبدا تفتح بتبدا تفتح المشروع اللي هو فيه الانشطه اللي انت عايز تاخد منهم، تدوس عليهم. على سبيل المثال مثلا احنا حاطين مثلا المشروع ده والمشروع ده، نبدا ايه، نفتحهم مع بعض، نعلم عليهم بالكنترول ونفتحهم مع بعض. تمام، وتروح على الدبليو بي اس يا باشمهندس. طيب لقيت الدبليو بي اس موجوده بالطريقه دي، انا عايزها ايه، انا طب هقفل ازاي وهفتح ازاي؟ دي بالمناسبه ايه، حصلت اهي قدامنا اهي بالصدفه. طيب تيجي عامل بقى، تيجي دايس على اللي اوت. تمام، وتقول له ايه، دبليو اس باث اوت ديفولت. تمام، بترجعها للديفولت اهو عشان تقدر تقفل وتفتح. ادى قفلت المشروع الاولاني والمشروع الثاني اللي فيه، بص يا باشمهندس، ادى الكي مايل ستون والبري كونستراكشن، البري كونستراكشن اللي هي السيرفينج وركس والديزاين انجينير والشوب دروينج والبريكيورمنت ماتيريال. تمام، دول انا عايزهم في المشروع بتاعنا ده. فرضا مثلا نقوله مثلا دي 65 عشان ما ننساش، هننقل من 65 ل 61، المشروع بتاعنا 61، هننقل من المشروع اللي هو ال 65 لل 61. هنعلم على دول يا باشمهندس ببساطه خالص، بتعلم عليهم. تمام، يا اما بتسحبهم يا اما بتاخدهم كوبي. لو انت عايز تسحبهم خالص وتنهيهم للمشروع، تاخدهم مثلا تقول له كوبي وتقف على المشروع بتاعك، تفتحه كده، تفتح المشروع اللي حضرتك عايز تنقلهم فيه، وتيجي واقف هنا، تيجي واقف هنا يا باشمهندس على المشروع، وتقول له ايه، على العنوان الرئيسي للمشروع، وتقول له بيست. هيجي يقول لك بقى، تقول له اوكي، هيجي يقول لك مثلا انت عايز الريسورس ولا كذا ولا مش عايز اي حاجه من ده كله، اي علامه من دي شيلها، قول له لا انا هعملها مع نفسي.
هظبط، هيقول لك مثلا ايه، طبعا الكلام ده كله ايه، مثلا الريسك لو انت هتدخل ريسك والاكتيفيتي كود والكلام ده كله، المهم يشيل العلامات وقول له يا عم انا مش عايز غير الانشطه فقط، عشان وكله انا هعمله مع نفسي، اسماء الانشطه بس عشان ما اكتبهاش، وكله انا هعمله مع نفسي حسب طبيعه المشروع بتاعي، وتقول له اوكي تمام خلاص كده، تقفل بقى ايه عشان ما تتقلش على الجهاز، اقفل كله وابدا افتح المشروع بتاعنا، قول له اوبن بروجكت تمام. نلاحظ بعد كده بقى ايه، نبص هنا يا باشمهندس نلاقي ايه، نلاقي حاجه جات لنا اهي الكيس بتاعتنا الكي مايل ستون والزون 2 وبعانا الكونستراكشن والزون 3 وديزاين والزون 4 والشوب دروينج. طب تعالوا بقى نرتبوا، حصل لخبطه، تعالوا بقى نرتبوا الحاجات دي، بتروح حضرتك من الدبليو بي اس تمام، وتبدا ايه ادي الكي مايل ستون في مكانها، الزون 2 انا عايز السيرفينج وركس تروح طبعا ايه الاعمال البري كونستراكشن اللي بتتعمل في الاول اللي احنا هنعملوها في اول شهر تطلعها فوق، بعد الكي مايل ستون ده تكون فوق كمان ماشي، خلاها بعد كده الزون 2، احنا قلنا هنبدا بقى حسب ترتيب العقد، زون 2 وبعد كده زون 3 وبعد كده زون 1 وبعد كده اخر حاجه زون 4، تعالوا نرتبهم مع بعض، زون 2 زون 3 ارفع لي الانجينيرنج وورك بقى او الديزاين اند انجينيرنج الانشطه ارفعها لي تحت البري كونستراكشن، بعد كده ادا الزون 4 وبعد كده هات لي الشوب دروينج، ارفع الشوب دروينج فوق تحت الديزاين، بعد كده البريكيورمنت ماتيريال حضرتك ترفعها فوق، بعد كده زون 2 احنا قلنا الترتيب هيكون ايه يا باشمهندسين، هيكون زون 2 زون 3 زون 1 زون 4، زون 2 زون 3 زون 1 اطلع بزون 1 فوق كده اخر حاجه، يبقى احنا كده رتبنا زي ما احنا عايزين. حضرتك بترجع على الاكتيفيتي تاني تقول له اكسباند اول تمام. دي يا باشمهندسين بقى ايه الكي مايل ستونز دي الكي مايل ستونز يا باشمهندسين اللي احنا اتفقنا عليها، الكلام اللي هو الكلام اللي في الجدول دي تمام، بنسموها ايه الكي مايل ستونز او المايل ستونز الرئيسيه. بعد كده الاعمال المساحيه والانجن، تعالوا بقى نتكلم على الكي مايل ستونز كده في الاول ونربطوها، قبل ما نتكلم نعمله بقى ايه، بدايه حضرتك بتقف هنا، بتقف على اسم المشروع في الاول خالص تمام، وبتعمل نشاطين تقول له اد واحد تكون فينش مش مشكله نكتبوها مع بعض، بعد كده تقول له اد وفينش، دي هيكون اسمه ايه بقى يا باشمهندس، دي هيكون البروجكت ستارت تمام و البروجكت ايه فينش تمام. طيب البروجكت ستارت هيكون في الجنرال بتاعته هيكون ستارت مايل ستون، دي مايل ستونز اللي هي بدايه المشروع، والبروجكت فينش هتكون نهايه المشروع تمام. تعالوا بقى ايه نبدا العلاقات بتاعتنا، ايه بقى العلاقات اللي باقيه والكلام ده كله، نبص بصه كده على الانشطه اللي احنا جايبينها. في مشكله وقعنا فيها، في انشطه ايه، في انشطه احنا جبناها من البرنامج، تعال نقول تعالوا ندوسوا على السكادول عشان البرنامج بتاعنا، لقينا في انشطه اللي احنا جايبينها يا باشمهندسين ايه، واخده نهايه بسيطه خالص، بتبدا تعدلها بقى لو انت جايب من مشروع تاني، هو المفروض انا كنت خدت من بيز لاين بصراحه عشان ايه ما ناخدش انشطه واخده ايه، واخده بدايه ولكن مش مشكله ايه، هنصفرها قول له سكادول، ظبطت معانا اهي، انا مش عايزها واخده بدايه بس. طيب ايه اللي انا عملته باختصار، انا جبت شويه انشطه
اللي هي الانشطه اللي خاصه بالبري كونستراكشن اللي هي اعمال المساحه واعمال التصميم واعمال الشوب دروينج واعمال الماتيريال. فيها حاجه نوع ماتيريالات بالمره ايه نصفره. حضرتك لما تيجي تصفره يا باشمهندس بتخش على الستاتس وبتقول له ايه اتعلم على علامه الفينش تشيلها، وبعد كده اتعلم على علامه النسبه تخليها بصفر، وبعد كده اتعلم على علامه ستارت وبتقول له سكادول بيرجع تاني مكانه اهوت. يعني مثلا ايه فينش، ولو ما رضيتش تعمل معايا يا ريت لو حد عمل حاجه زي كده وما عملتش معاه يقول لي ممكن نعملها له ازاي بالجلوبال اكشينج. يعني ساعات ما بترضاش ايه، ما بيرضاش يقول لك ايه يرجع ان هو نوت ستارت. تمام، كل الانشطه ايه بنعمل سكادول دي، بس انا جبت انشطه ايه عشان ما نكتبهاش. تمام، طيب ايه بقى اللي هنبصه مع بعض كده بقى ايه دي بقى ايه الكونسترين. احنا بقول لك ايه تمكين، لاحظ ده الكونسترين اللي انا كنت بتكلم عليه اهو، كل الحكايه الجدول ده انا حطيته هنا. تعالوا مع بعض بقى، تمكين enable G2 to start work in zone 1 يوم كذا، يوم 20/3. طيب تمكين G2 اللي هو المقاول الثاني عشان يبدأ العمل في زون 2 يوم 6/2، يوم 6/2. زون 1 كانت 20/3 مظبوط. بعد كده انا مجرد بكتب اهو. طب ليه حضرتك بتكتبها هنا يا باشمهندس؟ دي مش هي مدرستي كده، انا بحاول في الكونسترين عشان لما نبني نغير نبقى عارف فين. لان انا بحط الكونسترين مره واحده. لاحظ ان دي انت مفروض، ولكن المفروض تحط كام كونسترين؟ تحط كونسترين لدول، وتحط كونسترين لدول، وتحط كونسترين لدول. يعني المجموعه الاولانيه الواحد اثنين ثلاثه اربعه تحط لهم كونسترين، وبعد كده المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه عندك ثلاثه في اربعه 12 كونسترين. انا ما بحبش احط كونسترين فبحطيتها، لاحظ ان انا حطيتها في اول مجموعه فقط وما عادش حطيتها. تمام، حتى دي واخده اكشوال عن ايه، هنقول له لا ما تاخدش اكشوال. طيب ودي واخده اكشوال، هنقول له ايه ما تاخدش اكشوال. تمام، لو بالطبيعي. السلام عليكم يا هندسه، انا بعد الكليم والقص باشمهندسين، اي اسئله خاصه بالمجموعه الكورس كنترول الكلام ده كله ما حدش سالنا عليه دلوقتي، ده كورس لوحده. نتكلم يا باشمهندسين الكونسترين، لو حضرتك بقى عايز تحط كونسترين المفروض تحط 12 كونسترين، ولكن انا قلت لك قلل من الكونسترين بقدر الامكان. احنا حطيناها في اول مجموعه. ثاني مجموعه انا مجرد لانه شرط تعاقدي. ليه بقى؟ عشان يبقى واضح معاك. ربما تعمل سكادول من غير ما تاخد بالك، وخاصه دي لانها مش مربوطه فيتحرك النشاط، فعايزك تبقى عارف 17. يعني اذا لما نيجي نتكلم ان جي 1 هتاخد الشغل من جي 2 يوم في زون 2 يوم 17 2 يوم 17 7 وهتسلمها 15 8. هتسلمها يوم 16 تقريبا، جه 16 8 دي تقريبا هيجي يوم جمعه او حاجه، فهتسلمها 15 8. هتلاحظ بعد كده التواريخ دي يا اما زايده يوم يا اما ناقصه يوم، بيرجع لايام الاجازات وبيرجع برضو لضبط الاعمال بتاعتك. يعني انت ممكن ما تعرفش تظبطها بنسبه 100% او هتاخد وقت كتير. طيب اللي كان بيسالني بقى ايه هي الاعمال اللي خاصه بالمقاول الاولاني. حضرتك انا حطيته تايم بار ماليش دخل بيه، انا قلت له اعمال المقاول الثاني اهو. لاحظ اللي انا معلم عليهم دول، دي كل اعمال المقاول ايه المقاول الثاني اللي هو جي 1 معنا، عشان دي كل اعمال الجي 1 حطيتها له. قلت له حضرتك هتخش زون 2 يوم 17 7 هتطلع يوم 15 8، حطيته نشاط طويل اهو. تمام، ولاحظ ان كسر القاعده اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هي ايه يا باشمهندس، ان مجموع النشاط ما يزيدش عن 44 يوم. طيب لما لو واحد فاهم النشاط، فاهم الدي سي ام اي، لو واحد فاهم مش فاهم الدي سي ام اي، فاهم مش عارف ان في عدد النشاط ما يزيدش عن 44 يوم وما كانش فاهم ايه السبب، هيعترض على النقطه دي. حضرتك لو تلاحظ انا كنت شارح لك وقلت لك ايه السبب ان ما تزيدش عن 44 يوم، ليه؟ عشان نعمل مونيتور اند كنترول ونعرف نتابع عليه، وعشان ان هم فترتين. لو تلاقيني شرحت لك قلت لك هم فترتين تقدم فيهم التقرير وبالتالي نعرف نعمل متابعه عليه. طيب هو اصلا المقاول ما يهمنيش،
انا بعمل، انا حاطط اعماله جوه البرنامج بتاعي، ما يهمنيش ان شاء الله. في الحاله دي انت ممكن لو تحط 100 يوم معاك الحق انك تحط 100 يوم. هيجي الاستشاري يقول لك او المالك يقول لك ان الدي سي ام اي ما تزيدش عن 44 يوم، تقول له حضرتك لا، الشغل دي مش شغلي، حضرتك انت تروح تلزمه هو في البرنامج بتاعه، لان انا اصلا في النهايه ما يلزمنيش. ده انا حاطه تايم بار عشان نظبط اعمالي عليه فقط. تمام؟ طيب بعد كده يبقى اذا انا المجموعه الاولانيه دي هنستلم منه، المجموعه الثانيه دي هنسلمه، المجموعه الثالثه دي هنستلم منه. تعالوا بقى مع بعض ايه نكمل العلاقات. نقوله بدايه المشروع يا باشمهندس، ايه اللي هيكون في بدايه المشروع؟ اولا هتكون هيكون لاعمال المساحه. تمام؟ اعمال المساحه، وهيكون شغل التصميم، وهيكون الشوب دروينج، وهيكون طبعا المشروع مضغوط، وهيكون ايه، وهيكون الماتيريال، وبدا اعمال الماتيريال. ولكن ايه هي الاعمال اللي هتكون في اول شهر؟ هتكون المساحه كلها، هيبدا يشتغل بالمساحه كلها. يعني ممكن نقول له مثلا ايه، نخش باعمال المساحه لزون 2، وبعدها زون 3، وبعدها زون 1، وبعدها زون 4. طيب ادخل باعمال المساحه، علم عليهم كده من الاول كده لاخر واحد، وقول له لينك اكتيفيتيز. تعالوا بقى ايه، طيب ايه اللي قبل منه؟ تعالوا نخش على الريليشنز. اللي قبل منه حضرتك تكون ايه، البروجكت ستارت. اقفل لي دي بقى، مش عايزينها دلوقتي، هنرجع لها تاني المايل ستونز او الكي مايل ستونز عموما. طيب خش بقى على الايه، البروجكت ستارت، بعدها ايه، بعدها باعمال المساحه. تمام؟ وقول له سكادول عشان تشوف ايه اللي حصل يا باشمهندس. اهو احنا بدا المشروع، دخل باعمال المساحه. بعد ما يخلص سيرفي زون 1 وزون 2، وممكن حضرتك طبعا لان الشبكات بتتعامل كلها مع بعضها، يعني المفروض اصلا يربط اعمال الشبكات كلها مع بعضها، ممكن تقلل الاعمال المساحه للمجموعه دي كلها بالكامل، تخليها بحد اقصى مثلا اسبوع، يكون عمل اسبوع، وممكن اقل كمان، يعني ممكن تدي دي يومين، ويكون حضرتك ليه، لان المشروع مضغوط ولازم تطمن على كل نقاط الربط والشبكات الرئيسيه. بمعنى ان هو بعد كام يوم، بعد بالاقصى اقصى حد خالص يديك نتيجه نهائيه بعد تقريبا 8 ايام من بدايه ايه المشروع. يعني هيبدا يوم 10 يناير، يوم 9 يناير يكون بعت لك ملف مساحه كامل مرفوع كامل، عشان تعرف نقاط الربط فين، وفين اعلى نقطه، وفين الشبكه هترمي ازاي، وشبكاتك هيبقى فين، الراس والديل. طبعا شغل المقاولين يقول لك ايه، الراس والديل دي بدايه الشبكه ودي نهايه الشبكه والكلام ده كله. وانا رايي كمان عشان المشروع بتاعنا مضغوط نقللها، نخليها كل يوم يعمل زون خلال 4 ايام يديني ايه. طبعا الموضوع دي ما فيهوش خيار، 4 ايام بالظبط يشتغل ليل نهار، يخلص لي ايه، يخلص لي الشبكات بتاعته. طيب بعد ما يخلص، لذلك بعد ما يخلص الشبكات كلها يبدا يخش بقى ايه، الاعمال التصميم. يخش في اعمال التصميم، شبكه احنا عندنا كم شبكه صرف. طيب هتيجي تقول لي التصميم يا باشمهندس ما بي ما 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 ما, بت ما بتصممش زون زون في التصميم، ما تحطش الانشطه زون زون. ليه؟ لان شبكه الصرف بتتربط كلها على المشروع بالكامل. ما تقوليش بقى انا هنصمم زون واحد لوحدها وزون اثنين لوحدها وزون، طبعا دي غلط. ليه؟ لان طبعا انت ممكن تعرف مناسيب الزون 1 تيجي تربطها بزون 2 تلاقي المناسيب اختلفت، فالشبكات بتتعمل كلها واحده، زي ما قلت لك اعمال المساحه بتترفع كلها مره واحده، كذلك اعمال الشبكات بتتعمل كلها مره واحده. تمام؟ لانها بتستلم مره واحده وبتعتمد مره واحده. تمام؟ طيب هنيجي بعد كده على شبكه الصرف. شبكه الصرف هتكون خلصت مفروض في خلال 15 يوم بعد انتهاء اعمال المساحه. خش لي باعمال شبكه الصرف. طيب هو لما نيجي نلاحظ ان العقد ساعتها هو ظالم في الحته دي، وبالتالي احنا لقينا من مشكله ان انت عشان تقول لي اعمل الشبكات كلها وخلص كله، وخلص كله في شهر، فهي في واعتمد من الجهات الوصائيه. ايه هي الجهه او الجهات ذات العلاقه؟ ايه هي الجهه الوصائيه او الجهه ذات العلاقه؟ مش الاستشاري في الحاله دي، بيكون الاند يوزر او المستخدم النهائي. لما نيجي مثلا شبكه دي مين اللي هيسلمها؟ طبعا وزاره الاسكان. طب لازم تعتمد من شركه الميه وشركه الكهرباء، وطبعا شغل الحكومه والادارات بتاخد وقت، وما زالت المشكله موجوده. ولكن احنا ايه، بحكي لك عقد
انا بحكي لك عقد ولكن مش هحكي لك مشكله. طبعا كون ان العقد انطرح بالطريقه دي او كده، دي يرجع ليه لوجهه نظر المالك، هو ادرى واكثر بظروفه ايه في الوضع دي، مش هنتدخل في النقطه دي. ولكن طبيعي لما يكون الاعتماد من الجهات الوثائيه وانت معاك صلاحيه انك تزود مده الاعتمادات، زودها براحتك. هنيجي هنقول له شبكه السور سيستم هي مفروض شبكه مهمه جدا، مفروض الشوب دروينج بتاعها الديزاين يخلص تخش على الشوب دروينج. بعد كده بعد ما بتخلص الشوب دروينج بتاعها تخش على اول حاجه الديزاين، وبعد كده يعتمد الاستشاري، وبعد كده تخلص الشوب دروينج، وبعد كده يعتمدوا الاستشاري في مده، تعالوا بقى نحسبها مع بعض، في مده لا تتجاوز شهر. في مده لا تتجاوز شهر، تعالوا مبدئيا كده نحط 7 ايام، خلوا دي كله 7 ايام. طيب انا انهي شبكه مضغوطه عندي يا باشمهندسين؟ تعالوا مع بعض كده نرجع مع البرنامج، شبكه الصرف. ليه؟ لان شبكه الصرف اللي هنبدا بيها بعد شهر، يبقى اذا الشبكه المهمه عندي اللي نضغط نفسي بيها. شبكه الميه بقى هنبدا نعتمد فيها، ممكن نبدا نشتغل فيها من بدايه المشروع معايا مده الشهر، يعني معايا زي شهر ونص شهرين او ممكن اكتر كمان نعتمد فيها براحتي. يبقى اذا الشبكه المهمه عندي، لذلك انا لما جيت قلت لك ابدا بالليت ستارت، وخاصه يعني خد راحتك في البدايه وبعد كده زود سرعتك. ليه؟ عشان المشاكل اللي زي دي. تمام، انا تقريبا خدت ان كان ساعه كلها شرح، ولكن انا مش هعرف ازود، مش هعرف اسرع عن كده، لازم اشرح لك واحده واحده. شبكه الصرف هي المضغوطه، ودي الفايده ان احنا مثلا هنبدا بالصرف ونأخر الميه بقدر الامكان عشان تكون خدت وقتها في الاعتماد، وكذلك ايه وكذلك الري، الكهرباء والاتصالات والكلام ده كله، دي بقى ايه جايه في الاخر خالص، يعني بعد حوالي 6 شهور يكونوا فعلا ايه اعتمدوا. تمام، طيب اذا انا هنقول له تعالى بقى نربط العلاقات الداخليه مع بعض. هنقول له يا مكتب فني او يا مكتب استشاري اللي هتصمم، ما تشتغلش، تخلص شبكه الصرف، بعد كده الميه، بعد كده الري، بعد كده الكهرباء، بعد كده يعني اذا ايه هنعلم على دول كده ونقول له ايه من اولهم لاخرهم كده لينك اكتيفيتيز، او بلاش نعملهم لينك اكتيفيتيز، ماشي. طيب نعملهم لينك اكتيفيتيز، ممكن نفكهم بعدين عشان هيدوني فلوت عالي على فكره. لينك اكتيفيتيز لو ادونا فلوت عالي هنزود مدتهم يا شباب. تعالوا بقى في اعتمادات الاستشاري نربطهم مع بعض كده ونقول له ايه لينك اكتيفيتيز. خدنا كده التصميم، وخدنا برضو الشوب دروينج، علم عليهم كده لو هم بنفس الترتيب، الصور البوتبل الاريجيشن الالكتريكال، تمام. لينك اكتيفيتيز هنا، لينك اكتيفيتيز. تعالوا بقى نقول له ايه، احنا قلنا زي ما قلت لحضراتكم ان اهم حاجه عندي هي شبكه تقديم، يعني انت معاك 7 ايام حضرتك الله يعينك بقى تكون خلصت شبكه الصرف، وبعد ما تخلصها دي طبعا ما ربطناهمش، احنا عملنا في الداون، اخر واحده انا غلطت فيها يا باشمهندسين وعملتها في الداون، تمام. دي الخطأ اللي انا عملته، بدل ما نعملها لينك اكتيفيتيز عملتها ايه في الداون. طيب الخطأ دي بنتجاهله ازاي؟ علم على دي كده، كويس ان احنا عرفنا الخطأ. خدها بص بقى حاجه زي كده، علم على الابروفال ديزاين وقول له كنترول، ماشي مش لازم حتى، علم على دول كده ودلتهم. ديليت، هات لي دول كده كوبي وقول له طبعا اختفت، افتح لي دي بقى عشان هي ايه. بص يا باشمهندس لما تيجي لما احنا دلتنا، لاحظ ان احنا دلتنا ايه الدبليو بي اس اختفى، فمش لاقي، فتيجي ايه هايد اوف امتي، تعلم عليها وتقول له ابلاي اوكي، ظهرت معاك اهي اللي هي الايه ديزاين. هنا بقى ايه
ريفيو، تقول له بيست الانشطه هتحطها تاني. انا عايز بقى في الحاله دي ايه؟ انا قلت له هاخد لي العلاقات الداخليه، خد لي العلاقات الداخليه معايا. تمام؟ اوكي. طيب هنبدا نعلم بقى ايه من نشيل كلمه، نشيل كلمه سبميتال ديزاين، وبعدين نقول له ايه؟ سبميتال ابروفال، او نقول له ابروفال يعني انجينيرنج ريفيو، ان كنا كاتبينها ازاي. المهم نخلي ايه من تقديم، ممكن نقول له ريفيو ان ابروفال، المراجعه والاعتماد. نقول له سبميتال، نشيل كلمه سبميتال ديزاين دي ونقول له ريفيو ان ابروفال. تعال نشوف احنا كاتبينها ايه في الشوب دروينج. ابروفال شوب دروينج، ممكن نقول له ايه؟ ابروفال ديزاين. ناخد دي كنترول سي، وهنقول له كنترول ار، هات لي سبميتال، غير لي كلمه السبميتال، شيل بس علامه القوس دي. دي يا باشمهندسين فنيات هتقع فيها، ومع ذلك انا متعمد اهو بعملها معاك اهو. غلطت انا غلطه، بدل ما اعمل انك عملت في الداون من غير ما اخد بالي. تمام؟ هنقول له بقى ايه؟ غير لي كلمه سبميتال لابروفال. هتقول ريبليس واحده واحده طبعا عشان ما تاخدهاش اول، لان لو قلت اول هتقلب معاك ايه. تمام خلاص كده اللي احنا غلطناهم اهوت ايه، وانا قلت له كابي، وانا بنقول له كابي خلي بالك، قلت له كابي بالايه، بالعلاقات. كنترول، لا يا باشمهندس كنترول زد ما بتجيش في البريمافيرا، لا لا لا. غلط. شبكه الفيل داون، ماشي الشباب بدوا ينبهونا اهوت في غلط غلط. تمام يا باشمهندس انا انتبهت للخط، الكنترول زد في البريمافيرا. شكرا يا باشمهندس، لا هتاخد بالك مفيش حاجه اسمها كنترول زد. تمام احنا عملنا الخطا اهوت وعالجناه، يبقى ايه؟ السور والبوتوم. تعالى بعد كده بنقول له بعد ما بتخلص السور زي ما عملنا المره اللي فاتت، ممكن نعملها اسكادوال برضو عشان ايه تبقى سهله معانا. هتقول له بعد ما بتخلص دي ابدا اشتغل دي، نفس القصه بس طبعا ايه، الشبكه هتبقى مضغوطه عندي اللي هي شبكه الصرف، وبقيه الشبكات ايه ممكن نأخرها أو ممكن نزود مدتها أصلا يعني. لا ما انا بعد خطوه، ايوه يا باشمهندس المهندس اللي بيقول بعد خطوه واحده بتتعمل، لا ما انا كنت عملت كذا خطوه، ما انا عارف، انا عارف فاهم حضرتك كويس جدا، ان لو بعد خطوه انا كنت ربطت العلاقات بتاعت الشوب درونج بعد كده اكتشفت ان انا ما عملتهاش، فبعد خطوات كتير ما ينفعش. الباشمهندس اللي بيقول كنترول زد، كنترول زد لو شفتها بعد خطوه واحده اوكي، اما لو بعد خطوات كتير شكرا على كده لازم ايه تعدل شغلك. بعد كده ما بنخلص الاستشاري، الاستشاري بيدي ابروفال، بتبدا حضرتك تشتغل ايه؟ تشتغل الشوب دروينج. تبدا تشتغل الشوب دروينج، نفس القصه اللي عملناها فوق برضو، خلص الشوب دروينج للصور، وبعد كده الاريجيشن طبعا هيكون كله عليه فلوت، وهنزود مده ايه؟ هنزود المده دي براحتنا طبعا، بس طبعا احنا عندنا ايه؟ عندنا سماحيه ما نزيدش عن 44 يوم، فكل المدد هندوها راحتها ما عدا شبكه الصرف طبعا هتكونوا مضغوطين لان احنا هنبدا بيه. كذلك بعد كده بعد ما الشوب دروينج شبكه الصور سيستم تتقدم، المفروض تاخد اعتماد من الاستشاري، كذلك الميه نفس القصه، كذلك الراي تاخد الاعتماد. بعد الراي الالكتريكال، ربنا يعيننا ما نخطئش بس. تمام طيب بعد كده يا باشمهندس حضرتك مفروض ايه منطقي تكون تخش لي على الماتيريال، ما فيش مشكله تغير تحت المده يا باشمهندس، مش مشكله المده اتغيرت مش مشكله يعني فاهمين السكوت. بعد كده الماتيريال، ايه اللي بيحصل في الماتيريال؟ الماتيريال يا باشمهندس بعد، ودي خد بالك يا باشمهندس ركز، يا ريت كل الشباب يركز مع بعض. تمام الماتيريال بعد ما بتخلص الديزاين، بعد ما بتخلص الديزاين بتقدم اعتماد ماتيريال. الشوب درونج دي خاص، خاص بالتنفيذ على ارض الواقع. تمام يبقى اذا انا هنبدا الماتيريال،
وممكن كمان ما نربطش الماتيريال ببعضها، يعني مثلا ايه ليه؟ لان الماتيريال ممكن تتورط براحتك، يعني مثلا العلاقات بتاعت الماتيريال ده هنربط ايه؟ هنربط، وعلى فكره يا باشمهندس لو المكتب الفني العلاقات الداخليه، انا بقول له مثلا ايه شبكه الساور سيستم ملهاش علاقه على فكره بالبوتابل ووتر، ممكن يشتغلوا، ولكن انا بقول له الاولويه للصرف، وبعد كده اشتغل للميه، وبعد كده اشتغل لي كذا، واشتغل لي كذا، واشتغل لي كذا. فانا رابطهم ايه، بنقول له الاولويه، ولكن لو انت المكتب الفني عندك كبير ملوش علاقه بايه الشبكات دي بعضها. طيب تعالوا بقى نربط ايه، نربط التوريدات. احنا الشوب درونج ملوش علاقه بالتوريدات، تمام؟ اول ما بتخلص التصميم حضرتك ايه، اول ما بياخد ابروفال بتبدا تشتغل التوريدات. يعني بمعنى ان انا شبكه خدت ابروفال شبكه الصرف، نبدا للتوريد بتاعها. كذلك نقدم السبميتال عشان تعتمد، تمام؟ وبعد كده هنقلل مده السبميتال، دلوقتي 15 يوم كتير. بعد كده هناخد الشبكه الري الميه، وبعد كده الري، بعد الري هناخد الكهرباء، نقدم السبميتال بتاع الكهرباء. بعد ما تعتمد شبكه الاناره نقدم السبميتال بتاع الماتيريال بتاعها. بعد ما تعتمد شبكه الاتصالات نقدم السبميتال بتاعها. بعد كذلك برضو شبكه ايه الويرنج كورس، نقدم ايه الخلطه الاسفلتيه بتاعتنا عشان تعتمد، تمام؟ طيب بعد ما بنخلص بعد ما بنخلص يا باشمهندسين ال 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 بعد ما نخلص السبميتال، طبعا انا هنقلل مده السبميتال. طبعا السبميتال ممكن نخليها عشان بس المشروع مضغوط، ممكن نخليها هو بيبقى مجهز طبعا ومشمل، ممكن نخليها مثلا 3 ايام، وبقيه الشبكات الثانيه هنبقى نرفع مدتها بعد كده عادي، لان هي ايه التوريد بقى البروكيورمنت ابروفال، وبعد كده ايه برضه نديله 3 ايام مفروض الاستشاري. هو طبعا في عقد، الكلام دي بالعقد يا باشمهندس، فيه بيقول لك ان مثلا ايه الاستشاري يقدم من حقه يرد خلال 14 يوم، ولكن في المشاريع دي طبعا هو بيقول لك ايه اعتمد وخلص واعمل كله في 3 ايام، اصلا ال3 ايام هيجوا بالعافيه اصلا. اعتمد وخلص كله في شهر، اعتمد التصميم، واعتمد بعد ما يعتمد التصميم المفروض تورد الماتيريال وتشتغل في شهر بعد شهر. وبالتالي انا شايف ان مثلا ايه 3 ايام دي كتير كمان، يعني المفروض تكون اقل من كده، خاصه في الشبكات الاولانيه اللي هي شبكه الصرف. الدليفري تو سايت مفروض يعني والله ما تقل يعني عن 5، يعني المفروض تبقى كتير، يعني الدليفري تو سايت هنرفع مدتها بعدين، ولكن شبكه الصرف هنقللها براحتنا يعني. وفي نفس الوقت يا باشمهندسين هنفكر مع بعض، الحفر 30 يوم، يعني ده احنا معانا الحفر 30 يوم، احنا اول ما يعتمد التصميم ممكن تشتغل حفر، يعني بعد 30 يوم المفروض يكون ايه، يكون جبت ال بص انا باخد بفكر معاكم يا باشمهندس اهو، انا بنقول الماتيريال ان هي تيجي للموقع 15 يوم، خلاص خلاها 15 يوم. ليه قلنا 15 يوم؟ لان هي المفروض توصل للموقع بعد قد ايه من بدايه المشروع لما نيجي نتكلم كده؟ بعد 60 يوم، بعد كمان 65 يوم، يعني لو نتكلم مثلا بعد 65 يوم. ليه؟ لان انا عندي يومين اعمال مساحه ثانيه بقى اللي سيتنج اوت والسيفتي، واعمال 30 يوم بنحفر. ممكن بقى نشتغل ايه، ممكن التوريد لو جاني بعد 30 يوم مش مشكله، ممكن ايه نبدا ايه نبدا يكون الماتيريال وصلت في ميعادها، مفيش مشكله، ما حصلش تاخير. ليه؟ لان انا هبدا البيدنج الليفلنج كمان، ده البيدنج الليفلنج كمان هياخد البيدنج الليفلنج هياخد 15 يوم، يعني ده انت معاك 15 20 ده 50 يوم، ومعانا شهر في الاول، يعني بتتكلم انت داخل تقريبا على 3 شهور زي الفل، يبقى خلاها 15 يوم زي ما هي، خلاها 15 يوم، ولكن نضغطهم في السبميتال والاعتماد، ونشوفها بعد كده لما نربطها ممكن ايه نلاقيها محتاجه، ممكن لو لقينا عليها فلوت ممكن ايه ممكن نزود مدتها شويه. دي الحاجات اللي بتتعب معظم البلانر يا باشمهندسين، اللي هي اعمال الماتيريال والاعتمادات والكلام ده كله. طيب تعالوا بقى ايه، بعد ما هو قدم السبميتال المفروض ياخد الابروفال،
ياخد الابروفال، كل شبكه تاخد الابروفال بتاعها. تمام، خد بالك من نوع العلاقه، لو هتشتغل بالارو كده تاخد الابروفال. تمام، بعد ما تاخد الشبكه الابروفال، بص على السكادول بس للنقطه الصغيره دي بتبتدي بالعين. بعد ما بتاخد بعد ما بتاخد الشبكه يا باشمهندسين الابروفال، المفروض بقى ايه؟ تورد للموقع الديليفري تو سايت. تمام، طيب ابدا ورد لي شبكه الميه، شبكه الصرف بعد الاعتماد. بعد كده الري الميه لما تاخد اعتماد وردها، الري وردها الكهرباء، الإنارة، الصلاة، آخر حاجة الويرنج كورس. تمام؟ تمام. طيب تعالوا بقى نتكلم على، إحنا عملنا العلاقات الداخلية بتاعة الشبكات. عملنا العلاقات الداخلية بتاعة الشبكات، دي شغل بقى المرة اللي فاتت، وقلت لك دي ما قبلهاش حاجة، إيه اللي المفروض يجي قبلها؟ تعالوا بقى نراجعوا بس الاول كده قبل ما انسى، هل احنا ربطنا الكلام ده مظبوط؟ كله مظبوط. كده تمام. احنا لسه ما اتكلمناش عن المايلستون يا شباب، هنتكلم عليه دلوقتي حالا. كده زون 2 دي كده خاصه بالمايلستون. تمام. الشبكه التصميم اتربط مظبوط، الشوب دروينج اتربط مظبوط. تمام. الماتيريال، تعالوا بقى يا باشمهندس اول نشاط حضرتك هتعمله ايه اللي هيتربط؟ انت عندك بقى المجموعه دي هتتربط خارجيا بكذا نشاط من بره، يعني مثلا اعمال شبكه، هنبدا بالصرف. ايه اللي هيتربط؟ ايه اللي هيكون قبل السيتنج اوت؟ هيكون قبل السيتنج اوت والروت سيرفي تكون مبدئيا كده تكون مخلص الديزاين. تمام، ليه كمان تكون مخلص الديزاين؟ لان يا باشمهندس على الاقل تكون عارف اماكن الطرق فين، عشان لما تحط النيو جيرسي بتاعك بتبقى حاطه مظبوط. تمام، طيب الحفر، لا الحفر لازم تكون مخلص الشوب دروك. تمام، الحفر لازم تكون مخلص الشوب دروينج. تساهلا مع الموضوع احنا هنقول له ايه؟ خلص كل يكون مخلص التصميم ومخلص الشوب دروينج. ولكن لو عايز تشتغل بقى بطريقه كويسه، ان اعمال السيفتي والمساحه والتثبيتات الاوليه والتجهيزات الاوليه تكون مخلص التصميم، عشان تبقى معاك اللوحه بتاعت التصميم وعارف اماكن الطرق فين ومتوقع النقاط بتاعتها، الاستكات محطوطه مظبوط، وبالتالي تحط النيو جيرسي وتعمل حركه مناوره للمعدات والكلام ده كله. بس الحفر ما يبداش، ده انا بقول لك المفروض، ولكن اللي في الواقع بيحصل غير كده. ممكن الواقع الحفر يبدا من قبل ما تعمل تصميم اصلا اشتغل. تمام، ولكن انا بقول لك على الصح، الحفر ما يبداش غير لما يكون معاك الشوب درونج. ليه يا باشمهندس؟ عشان كل شبكه معروف مكانها فين، لان هو بيبقى فيه طريق، وبعد كده السايد ووك هنا والسايد ووك هنا على جانب الطريق. في السايد ووك هنا موجود كذا شبكه، وقد يكون، بص يا باشمهندس ركز، يا ريت كلنا نركز في الحته دي، وقد يكون انت مسند اليك اعمال تكمله. ايه هي التكمله؟ اعمال تكمله اعمال، بمعنى ايه؟ شبكه انفراستراكشر، وكان في مطروحه قبل كده شبكه كهرباء، مطروحه شبكه كهرباء واتنفذت من 5 6 سنين، وبعد كده رفع كثافه مثلا، ممكن رفع كثافه اعمال الكهرباء، او ممكن رفع كثافه الصرف. يبقى ما تحفرش عشان ما توديش شركتك من معنى صح في داهيه. ما يحصلش الحفر غير معاك شوب دروينج معتمد، عشان لا ممكن تحفر تقطع كابل كهرباء، وخاصه ان انت شغال في انفراستراكشر، ممكن تكون الكابلات دي موصله المصانع. المصانع قلنا نركز مع بعض، المصانع دي تتعطل، تخيل بقى مصانع كميه الكابل اللي بيغذي اعمال مصانع، او انت شغال في مدينه صناعيه مثلا وقطعت كابل كهرباء على مجموعه، قطعت كابل كهرباء على مستشفى. تمام، وبالتالي القضايا اللي هتترفع عليك هتوديك في داهيه. يبقى او كمان لو ما عملتش اضرار بشريه، او ممكن تتعرض لاضرار ماديه. يبقى اذا الحفر مفروض ما يبداش غير
بعد ما ينتهي الشوب دروينج والاعمال التنسيقيه، لازم يكون في كوردينيشن بالشبكات القديمه، واترفعت كل حاجه صح وكل حاجه اتعرف مكانها صح. اذا نبدا نحفر، عشان عارف انا بحفر كده، عارف ان مفيش حاجه جنبي، عارف ان بعد مني ب 50 سم في كابل كهرباء، عارف ان بعد مني بمتر في كذا، يبقى اذا انا عارف تحت الارض ايه. طيب يبقى اذا تساهلا كده قبل ما نعمل الاعمال المساحيه والكلام ده كله، انا قلت لك المفروض يكون خلص الديزاين، احنا هنريح دماغنا ونقول له ايه، نكون خلصنا الشوب دروينج الاعمال. طب نجيبها بقى من هنا، بقى نغير نوع العلاقه، طب هنا كده اعمال، اعمال الزون 2 اللي هي التجهيزات، نكون خلصنا ايه يا باشمهندسين، يكون المفروض خلصنا ايه، خلصنا الشوب دروينج هنا، ساور سيستم ابروفال ديزاين هنا، سب ميتال هنا خدت ابروفال اهي. يبقى اذا ايه، شبكه الساور سيستم خدت ايه، ابروفال هنا، كل شبكه الساور سيستم خدت ابروفال. يبقى اذا هو النشاط الوحيد اللي هنربطه بعد كده شبكات الساور سيستم اللي بعد كده ما تربطهاش. ليه؟ لانها جايه بعديها، الا اذا كانت في واحده هتبدا معانا، يعني لو في واحده هتبدا معانا في نفس الوقت تربطها بالايه؟ بالابروفال بتاعها، اما الانشطه الصور سيستم اللي هيجي بعد كده ملوش لازم انك تربطه. ليه؟ لانه انت ما بداتش في الاول غير وانت معتمد. تعالوا بعد كده هنعمل ايه بعد كده؟ طيب اعمال الماتيريال، لاحظ ان احنا ايه؟ كنا بنقول اذا اول نشاط احنا ربطناه هنا اعمال المساحه والكلام ده كله، خدت ايه؟ خدت ابروفال، وبعد كده هيبدا ايه؟ هيبدا يشتغل. لو حضرتك دوست سكادول هتلاقي ان ايه؟ البرنامج اتحرك معاك، بعد ما كان هيبدا، بعد ما كان هيبدا يوم 1 يناير، بدا يوم كام؟ 8 فبراير. اقف كده يا باشمهندس وخد ديب بريس كده او نفس عميق كده وقول لي 8 فبراير منطقيه ولا مش منطقيه؟ نرجع لمرجوعنا للبرنامج بتاعنا، ان احنا كنا ايوه 6 2 ان زون 2 ان زون 1 هتسلم زون 2 يوم 6 2 يعني 6 فبراير. إذا فيه مدة لازم تقل شوية. في مدة لازم تقل شوية، عايز نظبط أنا المدة دي، البداية بتاعتي تكون يوم كام؟ بدل يوم 8. دي يا باشمهندس بقى التخطيط الصح. أنا باخد وقت أهوت وما عملت الشغل، لكن بشرح كلام كتير أنت هتستفاد منه بعدين. دي التخطيط الصح. تعال بقى إيه المدد، إيه المدة اللي المفروض تقل شوية؟ لذلك أنا بقول لك إن إيه التصميم إحنا ربطناها بالشوب درون. تعال بقى ممكن تقول له جو تو كده، وقول له حضرتك خلي لي دي خمس ايه، خمس ايام، هي دي اللي انا محتاجها مثلا، بعد كده مش مشكله. و ديزاين وهنا ايه، خمس ايام ايوه، وقول له ايه، وقول له سكادول طيب اربعه ايه، هنا بدات ايه 4 فبراير، يعني خلاها 4 فبراير ونربطها بالكوليسترول، او ممكن نخلي دي 6 ايام مفيش مشكله. 6 ايام تمام، هو هيبدا يسلمنا امتى بقى؟ يوم 6 فبراير، ماشي، جاي معانا 7 ايام، جاي 7 فبراير، مش هنعرف نظبط اكتر من. طيب ما هو في حاجه بقى، في حاجه، هو هيسلمك 6 فبراير، ممكن انت تتذاكى بالحته دي تقول له ما هو هيسلم لي يوم 6، انا هشتغل يوم 8 يوم 7، يعني ممكن نحل المشكله دي بالطريقه دي. يعني مثلا ايه، هو لو الكونسترين هيسلمني يوم 6 انا هشتغل يوم 7، مش هشتغل، مش من يوم ما هيسلمني انا هبدا شغل، وبالتالي هبدا ايه يوم 7، فهي مظبوطيا يعني تعاقديا مظبوط. طيب ايه تاني مفروض نربطه ببدايه المجموعه دي؟ الكونسترين. ايه تاني المفروض نربطه؟ الكونسترين حضرتك، الكونسترين اللي هو بكام؟ حتى انا عامله ايه؟ يوم 6 فبراير اهو، حضرتك حتى انا عامله ايه؟ ظبطه على 6 فبراير 21. طيب الكونسترين دي المفروض يا باشمهندس يكون في على قبل منه بدايه المشروع. تمام؟ لازم تربط بعلاقه برضه، هيكون عليها فلوت عالي، ولكن مش مشكله، هن ايه؟ هنقول لك ازاي تتحل يعني. طيب بعد منه، بعد منه دي اول كونسترين حطيناه اهوت، بعد منه ايه اللي هي اعمال السيتنج اوت والروت سيرفي لزون زون 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 2.
sitting out. Your internet connection is on. الصوت واضح يا باشمهندس؟ لان في رساله بتقول لي واضح هندسة، الصوت واضح. تمام. هيكون شو الجهاز بقى ايه؟ تمام يا باشمهندسين، يبقى انا اول كونسترين انا حطيته اهو واتظبط معايا تعاقديا بالظبط. يبقى انا ظبطت اول حاجه لما نيجي نقف على اول نشاط بنلاقي حاجتين، حضرتك تكون مخلص الشوب دروينج، والكونسترين بتاع حضرتك اللي هو مفروض يسلمك المقاول الثاني. يبقى انا كاتب لك ايه؟ enable جي 2 to start work in zone 2 يوم 6 كذا كذا كذا. يوم هو طبعا 7، المفروض يبقى يوم 7 هتبدا ايه، لان حسب العقد، او العقد هنا بيقول لنا ايه، بيقول لنا يوم 6 2، يعني انا هنبدا شغل يوم 7 2. تمام. طيب بتبدا تعمل سكادول وتشوف ايه الكونسترين بتاعك مظبوط ولا. اذا ايه، انا البرنامج بتاعي كده الى الان انا شغال مظبوط. تمام. طيب بعد كده ايه اللي مفروض في المجموعه دي نبدا نربطه؟ احنا كنا بنقوله ايه، اي نشاط يكون قبل منه النشاط في المجموعه بتاعته، يعني مثلا اعمال الترانش يكون الترانش اكسكافيشن يكون قبلها السيتنج اوت، واعمال البيدنج الليفلنج يكون قبلها الحفر والكلام ده كله. بس في حاجه برضه لازم تتربط بعلاقه خارجيه. ايه هي؟ انا عندك مثلا بيقول لك ايه، سبلاي توريد انسوليشن للجويننج ان الاينمنت. يبقى اذا دي هتتربط بالتوريدات، يعني قبل منها البيدنج الليفلنج اعمال التسويه. برضو يوم ما هنكون خلصت اعمال التسويه مش هينفع نبدا تنزيل المواسير او تركيب المواسير غير لما تكون ايه، التوريدات جاتني. تعالوا بقى ايه نربطوها بالتوريدات، تعالوا نربطوها بالتوريدات. البروكيورمنت ماتيريال هنا سبميتال، وهنا ابروفال، ودي الدليفري تو سايت. تمام. ونعمل ايه ونشوف ايه، طبعا هيكون عليها، هل هيبقى تكون كريتيكال ولا لا، ولكن هي مش كريتيكال. ليه؟ لان التوريدات مفروض تكون جت الكريتيكال عندي اللي هي اعمال البيدنج الليفل. يبقى في الحاله دي انا ممكن ازود مده التوريدات، ناخد راحه عندي. ليه؟ انا عندي يوم 6 ابريل اصلا، يعني انا هشتغل يوم 6 ابريل. طيب انا معتمد التوريدات امتى؟ بتبدا بقى تشتغل بقى. انا التوريدات ديليفري تو سايت 30 يناير. لا حضرتك اداها وقت، يعني اداها وقت، يعني ممكن ايه هتخلص 15 فبراير، ده انا مش عايزها غير 6 ابريل، ولكن انا هنظبطه الحاجات دي بعدين. يعني نقول له ايه، نزود المده هنا، ناخد راحتي في المده، ناخد راحتي مثلا في الاعتمادات. تمام. ناخد راحتي في الاعتمادات، في التقديم والكلام ده كله. طيب نفس الكلام دي احنا عملناه ايه؟ عملنا ربطنا الكونسترين، ربطنا الكونسترين خلاص. تمام. فين احنا دلوقتي؟ هنا ربطنا الكونسترين بتاعنا، وعرفنا ان احنا مش هنبدا حفر غير لما نكون خلصنا الشوب دروينج بتاعنا. تمام. والماتيريال اتربطت. تعالوا برضو نشوف الشبكه اللي بعدها، الري. تمام. شبكه الاسف الميه، ايه اللي مفروض قبلها؟ يكون مفروض قبلها برضو توريدات الميه، تكون حضرتك مخلص ايه، مخلص التوريدات تكون جت. البروكيورمنت ماتيريال، الابروفال، الدليفري تو سايت، الميه. تمام. تعالوا برضو نربط شبكه الاريجيشن، يكون قبلها اسف احنا ربطنا دي، لا يا باشمهندسين دي مش هتربط كده، دي لاحظ دي هيكون اول، معلش انا ربطت دي خطا، يا ريت بس نركز مع بعض. دي اتربطت خطا. ليه؟ الميه هيكون قبلها الشوب درونج بتاعها، الشوب درونج الميه، يعني هنا اول بدايه اعمال المساحه والتجهيزات الاوليه. انا قلت لك المفروض يكون انتهى الديزاين، ولكن تسهيلا هنربطها بالشوب درونج، امن واحسن. تمام. يبقى الافضل تتربط بالشوب دروينج، مضغوط تربطها بالديزاين، ولكن الحفر ما ينفعش غير بالشوب دروينج يكون خلصان.
تمام؟ طيب يبقى دي دي هتتربط بالايه؟ دي هتتربط بالشوب دروينج يا باشمهندس. الشوب دروينج، الديزاين، البروكيورمنت، هنا الشوب دروينج اهوت، سبميتال، ريفيو، اعتماد الاستشاري. ايوه اعتماد الاستشاري شبكه الايه؟ طيب واحنا واقفين بقى كده نخلص دول مع بعض بالسرعه كده، شبكه الراي يكون مخلص الشوب دروينج بتاع الراي اهوت، لا مش سبميتال، ده هتكون ابروفال. هتكون دي ابروفال. انا مش مركز ليه النهارده بقى، لان الحاجات دي ما بعملهاش بقالي كتير يعني، فعشان كده مش مركز. الابروفال بتاعها يعني دي هيكون الابروفال بتاعها، خلصان لازم يكون خدت ابروفال. شبكه الري برضو مش هينفع نبدا فيها غير لما تكون خدت ايه، برضو ربطتها. اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي الميه يا باشمهندسين، معلش انا بغلط كل شويه. الميه هتكون الابروفال بتاع الميه. الراي هيكون الابروفال بتاع الراي اهو. طيب خلصوهم بقى بالمره عشان ما نقعدش بقى نتوه كل شويه فيهم. الالكتريكال يكون الابروفال بتاع الالكتريكال، تمام. الكيبل لايتنج يكون الابروفال بتاعها، تمام. الكوميونيكيشن عشان بقى نخلص منهم كده يكون خد لي الابروفال بتاعها. وال هنا الويرنج كورس، الابروفال بتاع الويرنج كورس، تمام. طيب دي في حاله ان زون 2 هي اللي هتبدا في الاول، وهنشوف بعد كده لو زون 3 هنضطر نبداها مع زون 2 يبقى هنربطها بالابروفال بتاعها. لو مش هترتبط هنشوف هنربطها فين بعد كده حسب طبيعه العمل ماشي معانا ازاي. يبقى اذا احنا ربطنا كل شبكة كانت من سايبينها مفتوحة المرة اللي فاتت ربطناها بما يتماشى معاها. تعالوا بقى هنربط بعد كده، قلنا التنزيل المواسير والربط بتتربط بالايه؟ بالماتيريال. الماتيريال ديريفيتيف تو سايد. تعالوا بقى نشوفوا برضو الاعمال المية. المية نفس القصة، ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن، البوتابل واتر، هنا فين ترانش البيدنج الليفلنج. ايوه المية ده هتتربط بالايه بقى؟ السبلاي انسوليشن البايبس والفالفز والكلام ده كله. تعالوا بقى نربطوها بالايه؟ بالميه. البوتابل ووتر تعالوا بقى نربطوها بالايه؟ بالميه مع بعض. الماتيريال بتاعت الميه، في سؤال حضرتك ربطتها بالماتيريال؟ ايوه، ما هو انا هنربط بالماتيريال. السؤال ده قديم، ما كنت غلطت وربطت بالماتيريال. تمام. الماتيريال يا باشمهندسين هنربط بقى ايه؟ الماتيريال بتاع الميه هنربطها بالماتيريال بتاعت الدليفري تو سايت، انها توصل للموقع. ايوه الميه اهيت. يبقى اذا اعمال البوتابل ووتر مش هينفع نعمل المواسير غير لما تكون الميه ايه؟ البوتابل ووتر وصلت ايه؟ اللي هي الاعمال الماتيريال بتاعتها خدت ايه؟ اللي هي خاصه بقى بالمحابس والفالفز والكلام ده كله. سؤال هينطرح، هتقول لي يا باشمهندس وانا في اول يوم هنبدا نورد المحابس ونورد الحاجات دي كلها والكلام ده كله طبيعي؟ لو سمحت اتاكد ربط السابق والماتيريال. لا يا باشمهندس ربطتها، لا ربطتها مظبوط يا باشمهندس. السابق هنراجعوها يا باشمهندس مع بعض، هنراجعوها مع بعض. باشمهندس بيسال هنراجعه ونشوف ربطينا صح ولا لا. انا قلت كتبت ايه؟ البوتابل واتر ديليفري تو سايت، كل ما يخص الاعمال. انا بكلمك بدايه التوريدات. يعني مثلا لما يجي واحد يقول لي ان عندي سبلاي ان انستليشن البايبس والفالف اند فالف روم اند السبيشال بارتس، الاجزاء الخاصه، هل دي هيكون كله يوم مثلا على سبيل المثال مثلا يوم 1/4 لو التوريد؟ لا، انا بقول لك بدايه التوريدات. بتعمل انت ماتيريال لوج او برنامج زمني صغير كده حتى على الاكسل بينبعت تفصيلي كل حاجه هتعوزها امتى. ما ينفعش تحط كل حاجه هنا. ليه؟ لانك لو حطيت كل حاجه هنا يا باشمهندس هتوه ومش هتعرف تعمل كنترول. انا بقول لحضرتك عشان بس لو حد هيسال السؤال دي بدايه التوريدات. مفروض التوريدات ما تتاخرش عن التاريخ المذكور قدامنا على سبيل المثال اللي هو مثلا 21 15 فبراير،
دي بدايه التوريدات اللي هي المواسير. بعد كده هنشوف احنا هناخد في المواسير قد ايه، ونعمل تفصيله اكتر، ونعمل بريك داون صغير كده على جنب، ونشوف بعد كده ممكن مثلا هنعوزها يوم 1 مارس، هنعوزها يوم مثلا 2 مارس، 15 مارس، والكلام ده كله بيبقى اكسل شيت خارجي كده على جنب، فيه موضح تفصيلا وبينبعت لاداره المشتريات او مدير المشتريات. تمام، تعالوا بعد كده، والباشمهندس بيقول لي في خطأ، هنراجعوه دلوقتي مع بعض بسرعه. تعالوا بعد كده هنشوف الاريجيشن اهوت، نبدا ايه الاريجيشن ديليفري تو سايت. بعد كده هنخش على الكيبل البيدنج، ايوه تمام، اعمال الكهرباء هي نربطها بيها. بعد كده نخش على الكيبل لايتنج، نخش نربطها. بعد كده الكوميونيكيشن الداكت لينج، طبعا هتكون ايه تربطها بالداكت لينج، والويرنج كورس ممكن تربطها باول واحده وخلاص، لان الويرنج كورس يعني ايه مش ذات اهميه. تعالوا بقى نراجعوا في شبكه. بص يا باشمهندس اللي كان بيسال، ادي اول نشاط كتبناه، هو ربطناه بالكونسترين بتاعه وبالشوب دروينج بتاعه، ساور سيستم الشوب دروينج ابروفال. تمام، طيب الماتيريال، الماتيريال اتربطت يا باشمهندس بالنشاط اللي قبلها، يعني بالنسبه للمواسير، مواسير مربوطه بالبيدنج الليفلنج اهوت قبلها، اعمال البيدنج الليفلنج، وبعدها الساور الساور سيستم ديليفري تو سايت، دي اذا مظبوط. طب تعالوا الشبكه اللي بعدها، عشان بس الباشمهندس كان بيقول اول نشاط مرتبط بالبوتابل واتر ابروفال ماتيريال. اه صح يا باشمهندس، دي ما تتربطش بالبوتابل واتر ابروفال ماتيريال، دي هتتربط بالشوب درون. باشمهندس اللي قال لي دي مظبوطه صح، هتتربط بالشوب درون. الحاجات دي لو انت بقى مركز في الشغل بقى، والشباب الصغيرين احسن مني في الحاجات دي يعني صراحه واسرع. عندك مثلا البوتابل واتر، البوتابل واتر ابروفال شوب درون، يبقى اذا ايه بوتابل واتر مظبوط، بوتابل واتر ابروفال شوب درون. طيب بعد كده نشوفه دي مربوطه بايه، البوتابل واتر ديليفري تو سايت مربوطه بالماتيريال. تمام، الاريجيشن، الاريجيشن ابروفال ماتيريال ده طبعا غلط، معلش يا باشمهندس والله يعني ايه من غصب عننا يعني، ولكن انتوا فاهمين السيكونس هتكون اشطر مننا ان شاء الله. دي طبعا irrigation system delivery to site. تعالى بعد كده الالكتريكال، الالكتريكال نفس الخطأ، الله ينور الباشمهندس اللي معانا دي مركز. الالكتريكال ابروفال، بعد كده الكيبل مربوطة، تمام الكيبل مربوطه بالدليفري تو سايت. طب ماشي، بعد كده بقى ايه الكيبل ابروف الماتيريال، ده الخطا، ده احنا كررنا الخطا، ده احنا عشنا في الخطا فتره يعني. خلينا بقى ايه الكيبل، لا بالابروفال الشوب دروينج. طيب بعد كده الكيبل لايتنج مربوطه بالدليفري تو سايت. تمام كده تيلي كوميونيكيشنز، بعد كده الكوميونيكيشن ابروفال ماتيريال، لا بعد كده دي دي ممكن الويرنج كورس ابروفال ماتيريال ديليفري، لا تكون بالشوب دروينج، ايه شوب دروينج ابروفال مظبوط. شكرا يا باشمهندس اللي نبهنا، شوف الف شكر يعني على الخطا دي. الشاهد يا باشمهندس، بس ايه شاهد من كده ان انت، انا عايزك تفهم السيكونس، انا ما بشتغلش الحاجات دي بصراحه. تفهم السيكونس ان ايه، ان انا بفهمك المضمون العام، والخطا طبعا هو خطا يعني، الخطا لا يمكن ان يكون الصح، انا اخطات ولكن خطا غير مقصود. ان اعمال التجهيزات الاوليه زي ما قلت لك، التجهيزات الاوليه ممكن بعد ما ينتهي الديزاين، ولكن الحفر يكون خلصت الشوب درونج، والمواسير اعمال تنزيل المواسير، ما انت لازم تكون اعتمدت المواسير، وبهكذا بتبدا تعمل ايه؟ تعمل السيكونس بتاعك. دخلنا في شبكه العنكبوتيه بتاعت الايه؟ بتاعت العلاقات. شوف بقى لو حضرتك ما انتش فاهم او عمال تربط علاقات عشوائيه، هتلاقي نفسك بدات تتوه، ولكن انت دلوقتي فاهم كل حاجه مربوطه ازاي، وممكن تبدا تفك كل حاجه، يعني لو في حاجه انت عايز تفكها بتبدا تفكها. تمام؟ طيب خلصنا كده يا باشمهندس ايه؟ خلصنا خلصنا اللهم صل على الحبيب مصطفى، خلصنا ربط الشبكات في اول زون، في اول زون. طيب هنيجي
اللهم صل على الحبيب مصطفى. ايه بعد كده ممكن نعمله؟ هنيجي نشوف انت يعني، احنا تعالوا بقى نتكلم مثلا على انا هشتغل على زون 2، وحضراتكم بقى هتكملوا لنا ايه الزونات الثانيه. يعني احنا حطينا زون 2 في الاول عشان ماشيين بس مع العقد. هنيجي بعد كده نشوف هي احنا قلنا ان المقاول الثاني هنسلموه يوم 16/7. 16/7، اذا الميه والصرف والري نهايتهم 16/7. تعالوا بقى نظبطهم مع بعض، الميه والصرف والري. تعالوا بقى نشوفوا ايه الصرف هيخلص في امتى. تعالوا بقى نعملوا فلتر على اعمال الصرف كده في زون كنترول سي، لان التكويد موديفاي سي كنترول في ويكون اوكي ابلاي اوكي نقفل دي ونقفل دي، مش عايزينها، ونقفل دي البروكيورمنت ماشي. طيب وقول له هايت اوف امتي عشان الحاجات اللي ايه اللي ظاهره دي مش عايزينها. طيب تعالوا نخش بقى على الصرف 17 جون فيز 1، 22 جون احنا مفروض يكون ايوه مفروض نكونه نخلص الصرف ما يزيدش عن اي نشاط، اي تاريخ ما يزيدش عن 16 جولاي. 16 جولاي تمام. طيب هو خلصان معانا هنا 22 جون، يعني 22/6، فمبدئيا الصرف ايه في السيف سايد. السيف سايد تعالوا بقى، يبقى اذا ايه 22/6، حضرتك لو معاك ورقه وقلم بتكتب ايه بتشوف هو هيخلص ايه هيخلص يوم 22/6 زي الفل تمام. تعالوا نشوفوا بقى ايه الري هيخلص امتى. التخطيط يا باشمهندسين وقت على فكره، وبياخد وقت لو انت عايز تخطط صح وتشتغل صح. وعلى فكره احنا ماشيين هنا بالتخطيط، ومشاريعنا ماشيه بالتخطيط فعلا، وبالتالي وبتاخد وقت. تعالوا عشان بس لما تستغرب تقول يا هو انا اعمل برنامج في الوقت ده كله، اه حضرتك هتعمل برنامج بس لما تبقى شغال مع نفسك تبقى اسرع من كده. هتعالى شوف الميه هتخلص امتى. طبعا الناس اللي بتضرب برامج هيقول لك يا عم الكلام دي ما يلزمناش. 1 جون 9 جون انا عندي هنا مالنا ايه، ما قلنا موديفاي لما تكون البوتابل ووتر اوكي. طيب جولاي 29 ده زايده هنا اهي، ده كده زايده، يعني لاحظ ان هي هتبدا تنتهي 29 جولاي. ده احنا ده في مشكله كمان في الميه، يعني لاحظ ده احنا لو هنبداوا الشبكات كلها مع بعضها حضرتك خلصانه يوم 29 جولاي، لا ده 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 في زياده. طبعا الري، طبعا الري بسيط، الري ايه الري بسيط، نقول له موديفاي دي خلصانه كام يا باشمهندس؟ دي خلصانه 29 جولاي، يعني هي معديه التاريخ اللي احنا متفقين عليه 16 جولاي، معديه بحوالي اكتر من 12 يوم ولا حاجه. 16 جولاي و29 يعني تقريبا زي 13 يوم او 12 يوم. يبقى اذا دي زايده. طب هنحلها ازاي؟ هنحلها مع بعض دلوقتي، احنا دلوقتي عمالين نسجل تواريخ اهو. طيب بعد كده نبدا نشوف الري، لا الري هيكون صغير، يبقى اذا احنا عندنا الميه زايده، الميه زايده وهنشوف هي زايده ليه. تعالوا بقى بعد كده نشوف الري، لان هو اللي ايه طبعا بقيه الشبكات مش هنعوزها دلوقتي. نقول سي ونخش على الري. الراي ده الراي بسكوته خالص، خلصان يوم 4، يوم 4 ابريل. طيب بنفهم من كده ايه يا باشمهندس؟ انا دلوقتي راجعت معاك، اول حاجه اول شبكه، شبكه الصرف
خلصانه يوم تقريبا 19/6، مفيش مشكله او ايا كان يعني، المهم خلصانه في شهر 6 قبل الميعاد. شبكه الميه، لا ده شبكه الميه مضغوطه رايحه بعيد خالص، خلصانه يوم 29، يعني عدت التاريخ اللي المفروض نسلم فيه. شبكه الري لا شبكه الري خلصانه يوم 4 ابريل، يعني مدتها صغيره ممكن نحركها. بنفهم من كده ايه؟ اذا الطريقه اللي احنا كنا بنقول عليها ان الصرف الاول وبعد كده الميه وبعد كده الري، لا مش هتنفع معانا. ده حضرتك هنشتغل كده. هنبدا بالميه والصرف مع بعض. تمام؟ هنبدا بالايه؟ بالميه والصرف مع بعض. والري طبعا هي المده، طبعا لو قلنا مثلا كده دي بتزيد انديكيشن، دي انديكيشن مش اكتر يعني. والري ممكن يخش بعد مثلا نقوله مثلا بعد ما تنتهي، تعالوا بقى كده مع بعض كده، والري يعني اذا احنا بادئين بزون 2، ادي زون 2 اهوت، هنبدا في زون 2 الميه والصرف هيبداوا مع بعض. مين اللي قال الكلام دي؟ البرنامج هو اللي قال. يبقى اذا البرنامج هو اللي قال والمدد هي اللي قالت، لان الارقام احنا جايبينها من الاكسل، والاكسل مبني بحسابات، والحسابات بمعدلات انتاج، يعني بنراجع. اذا لازم نحترم الارقام اللي جت قدام. طيب هنا اجبرت بس حسب طبيعه المشروع ان الميه والصرف هيبداوا مع بعض، والري ممكن نبداه بعد ما نخلص زون 2، يعني مثلا بعد ما نخلص زون 1 ميه وصرف، وبعد كده زون 2 ميه وصرف، وهنخش على زون 3 ميه وصرف، ابدا بايه؟ بالري. يبدا ري في زون 1 جاي لوحده كده، يتمخطر لوحده كده. ليه؟ لانه هو هنبداه متاخر. ليه؟ لانه اصلا لو هيبدا في بدايه المشروع هيخلص يوم اول ابريل، هيخلص اول ابريل. انا مش عايزه يخلص اول ابريل، ده انا عايزه يخلص يوم سبع، انا عايزه يخلص يوم 16/7. يبقى اذا هنأخره. ممكن بقى بتجيبها بالراجع تقول مثلا هو خد 4 شهور، تجيبها بقى بعمليه عكسيه كده، لو هتحسبها بكالكوليتر سريعه مع نفسك كده، يعني انت بادئ الري يوم 4 24 فبراير، يعني هو خد شهرين تقريبا، يعني بادئ في اخر فبراير اهوت، بادئ في اخر فبراير وخلص في اخر مارس. يبقى اذا هو تقريبا الري واخد شهرين. تمام؟ الري واخد شهرين. هنبداه انا ممكن انا نبداه كام؟ لو بداته في اول خمسه، في اول خمسه مفيش مشكله. ليه؟ لانه هياخد خمسه وسته وجزء من سبعه. ممكن نزود مدة، لو بدأ كمان من نص ايه؟ نقول نبدأ من نص خمسة. طيب يبقى في الحالة دي نفتح بقى الفلتر بتاعنا. يا رب تكون الناس مستوعبة يا باشمهندسين، مستوعبين معايا بس ولا انا؟ باشمهندسين الشرح واضح؟ واحد كده واضح، تمام؟ فهمتوا ان انا تمام الحمد لله، الحمد لله. فهمت ايه؟ امتى بنقول دي هتبدا ازاي ودي هتبدا ازاي؟ انا ما بقولش كده، انا حطيت لما حطيت الارقام بتاعتي وحسبت كل حاجه محسوبه صح، بدات البرنامج هو اللي بيحكمني تبدا امتى. طيب في الحاله دي بقى ايه؟ الميه هتبدا مع الصرف و هيبداوا مع بعض بالتوازي. الري بقى، الري حضرتك هنبداه بعد ايه؟ هو النشاط اللي هينتهي يوم مثلا 1/5. حضرتك ممكن تقول بعد نهايه، على سبيل المثال 26 ابريل، ممكن نربطه بايه بقى؟ نقول له بعد انتهاء، تعالوا بقى هنا خلصانه يوم 7 جون، ممكن نقول له بعد انتهاء زون، طب هنا زون 2، تعالوا نشوف الصرف كده هيخلص، نعمله فلتر كده على الصرف ونقول له اي ايه هو النشاط اللي هيبدا.
معنى الكلام دي ان المعدات كده هتزيد في الفتره دي عن الابن احنا حاسبين عليه. لا يا باشمهندس انت، احنا حاسبين صح، احنا حاسبين صح. ليه يا باشمهندس انت حاسب؟ احنا مش مخططين ان الميه الاول والري الاول، اللي احنا بنقوله ان شبكه الميه تاخد كذا معده، شبكه الري لا، في الحاله دي ان الميه والصرف هيبداوا مع بعض، هيبداوا مع بعض، واذا المعدات زادت، بس زادت بالاجمالي. ليه؟ لان الميه والصرف بقى في الحاله دي بقوا مع بعض اهو، هيبداوا كده اجباري مع بعض. ما هو يا باشمهندس في حاجه، ايوه المعدات هتزيد، بس مش هتزيد على مستوى نشاط الصرف اللي انت حاطه، يعني مفيش غلط في الحسابات بتاعتك. لا، كل اللي هتعمله ان احنا كنا حاطين في خطتنا الاول ان احنا هنخلص الصرف وبعد كده نخش بالميه ونخش بالراي. لما حطينا على البرنامج الخطه اتغيرت، اذا احنا مجبرين ان الميه والصرف هيبقوا مع بعض. وبذلك يا باشمهندس ليه انا بقول لك احنا في الواقع فعلا غيرنا الخطه واصبحنا جبنا للميه حاجه اسمها ترانشرات بدل الاكسكافيتور، لان المعدات ما كانتش هتدي نتيجه، جبنا الترانشر اللي هو اللي بقصه بينتج انتاجيه اعلى. تمام؟ فعلا احنا في الواقع لما كنا مخططين ان الميه ولقينا نفسنا انضغطنا، فغيرنا الفكره من حفار او دقاق لترانشر. تمام؟ انت حساباتك على مستوى النشاط، الحسابات على مستوى النشاط انت صح، ما فيش مشكله، ولكن انت كنت مخطط مثلا على سبيل المثال، تعالوا نشوفوا بقى في الحفره، هو الباشمهندس البيدنج الاكسكافيشن، تعالوا نشوفوا الريسورسز بتاعتها. حضرتك انت كنت بتحط ايه؟ بتقول له فين الاكسكافيشن؟ اهو 10 في اليوم. طيب لا حضرتك انت مش هتجيب 10، مش هتجيب 10 بقى في اليوم، ده حضرتك مش هتجيب 10، ده انت هتجيب 10 في اليوم للميه للصرف، وكم وكان وكم كم واحد و10 و10 لل 10 اهو، انا واقف هنا اهو يا باشمهندس، اهو ده اسم النشاط اهو او الاكسكافيتور، و10 للري. ده انا ازيدك من الشعر بيت يا باشمهندس. هو انت فكر ده احنا شغالين في زون، احنا شغالين في زون 2، خلي بالك زون 2. طب ما انت زون 3 هتبدا به، وزون 4 هتبدا به، وزون 1 بس كل الحكايه ان زون 3 مثلا هتبقى بدل ما هي 16 7 هتبقى 17، يعني متاخره 4 ايام شويه، ودي 30 8 مديك نفس شويه، ودي وزون 4 هي اللي مرتاحه شويه 30 9، بس برضه انت مش هتستلمها، مش هتتمكن فيها غير في 10 4. ما هو المشروع مضغوط، المشروع مضغوط. تمام؟ لان الاجمالي لاحظ بقى، ما انت ليه بدأ، ما ليه؟ لان انت عندك البادجت توتال كوست بكام يا باشمهندس؟ ب 733 مليون 131000 910 ريال. يعني اذا مشروع انفراستراكشر، للناس اللي شغاله في الانفراستراكشر وفاهمه الرقم دي هتعرف حجم المشروع، ان المشروع كبير، لان هو انت بتعمل ايه في الانفراستراكشر عشان تاخد الرقم دي؟ ده هو كل شويه حفر وشويه مواسير. طب الرقم دي زايد ليه؟ الرقم دي زايد لان المشروع ضخم ومدته سنه، المشروع مضغوط جدا. وليه انا جبت لك مشروع زي كده؟ ما هو انا عشان تواجه مشاكل. طب انا كنت جبت لك المشروع او كنت قلت لك مده المشروع مثلا ايه؟ مده المشروع مثلا سنتين وارتحنا براحتنا وحطينا مده براحتنا والكلام ده كله، لا انا عمال اضغط واحط واجمع المشاكل كلها في برنامج واحد، بحيث حضرتك لما تواجهك المشكله تعرف تحلها ازاي. ما واجهتكش المشكله، انت شغال بالطريقه الطبيعيه، لانك مش هتعرف تحل، مش هتعرف تبدع في المجال غير لما تواجهك المشاكل وازاي تحلها. طيب نرجع لمرجوعنا ونقول ان انت في الحاله دي الباشمهندس كان بيسال، انت محتاج 10 حفارات في الميه و10 في الصرف، ده في زون 2 وممكن زون 3 وزون 4، يعني هتلاقي نفسك محتاج مثلا في اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم كده 100 حفاره او 80 حفاره. ايوه طبعا. تمام. يبقى اذا تعالوا بقى نخش زي ما قلنا، هنقوله ان ايه، هنبدا نربط الري بالصرف. هتيجي تقول لي ليه يا باشمهندس هتربطه بالصرف مش هنربطه بالميه، رغم ان احنا كنا مخططين هنربطه بالميه. تمام يا باشمهندس. طيب شكر لله يا باشمهندس، شكر لله. ليه هيجي يقول لك احنا مش كنا بنقول يا باشمهندس لو تفتكروا في محاضرتين فاتوا قبل كده كنت بقول لكم هنرق الصرف وبعد كده الميه والري هنربطهم مع بعض. طب ليه غيرت الخطه؟ غيرت الخطه لان اصلا مش هينفع نربط الري بالميه، لان الميه معديه اصلا التاريخ اللي احنا بنقول عليه.
ده الميه جايه 29 7، ده الميه في، ده احنا لسه هنضغط في الميه، فهنربط الصرف المي الري بالصرف دلوقتي. تعالوا بقى نشوفه، وقلنا الصرف محتاج تقريبا زي شهرين شهرين ونص. تعالوا نشوفه بقى ايه، ايه النشاط. نخش على الصرف كده، نعمل فلتر على الصرف، نقول له موديفاي، ونشوفه ايه النشاط اللي ممكن يجيبنا 1.5 كده. انا عايز نخلي الري يبدا 1.5، تمام. ممكن حضرتك تقول له بعد ما تخلص اعمال المناهيل، ممكن تقول له بعد ما تخلص اعمال المناهيل في زون 2، وممكن بعد ما تخلص بعد ما تخلص مثلا نقول له على سبيل المثال، خلينا برضه في السيف سايت، نقول له بعد ما نخلص بعد ما تخلص اعمال مناهيل الصرف في فيز 2. تعالوا بقى نرجعوا للرسمه كده عشان نبقى فاهمين، انا عندي ايه فيز 2 هنا. بعد ما نخلص اعمال المناهيل بتاعت الصرف بتاعتها، خش بالري، خش بالري فين؟ خش بالري زون 1 فيز 1، زون 1 فيز 2، زون 2 فيز 1، اسف، زون 2 فيز 2، وهكذا وانت ماشي، تمام. طيب هتقول لي ليه انت ربطت دي؟ لان انا حللت لقيت ان لو 15، اللهم صل على الحبيب مصطفى، لو 30 5، لو 30 5 موفيه معايا، تمام. لو في نشاط بينتهي ب 30 5 موفيه معايا، فقلنا مثلا وممكن كمان التستنج، يعني مثلا لما يخلص نربطوه بدي بالنشاط دي افضل. لما يخلص السيستم تيستنج في زون 2 فيز 2 تخش بالراي، تمام. يبقى اتفقنا كده. ليه اتفقنا على كده؟ لان عرفنا ان الري مدته صغيره وشبكته صغيره. تعالوا بقى يا باشمهندسين ايه، نفتح الفلتر ونربط العلاقه بتاعت الري. ابلاي، اوكي. هات لي بقى فيلي، وهات لي بقى ايه الري اهوت. الري انا هقول له ايه، احنا قلنا بعد ما نخلص السيستم تيستنج دي خش لي بالسيتنج اوت، ابدا بقى اعمل لي ايه، يعني هات بص النشاط اهوت عشان نكبر شويه، تبقوا شايفين انا هربط منين. دي العلاقات اللي بتحرك المجموعات، تمام. دي ملهاش قاعده. بص يا باشمهندس، لاحظ ان كل العلاقات اللي ربطناها قبل كده علاقات مربوطه بقواعد. قواعد ايه؟ ربطت العلاقات الداخليه، ربطت الشبكات ببعضها، ربطت الربط المنطقي للاعتمادات والتصميم والمخططات والكلام ده كله. طيب في علاقه، بعد ما نخلص اختبار السيستم تيستنج خش لي بالري لزون، ده مش زون واحد، اسف، ده مش ده بعد ما تخلص، بعد ما تخلص السيستم تيستنج بتاع زون 2 فيز 2 خش لي بالري اللي هو خاص بالمجموعه الاولى. اهو فين الري بتاع المجموعه الاولى؟ اهو زون 1 في زون 2 فيز 1 اهو، تمام يا باشمهندس. واعمل لي سكادول، تمام. تعالوا بقى نخش بقى إيه؟ نبص بعد كده نشوف شبكة الري هتخلص امتى. تعالوا نشوف شبكة الري هتخلص امتى. اذا انت عارف كده منطقي كده يا باشمهندس، دي العلاقة اللي ايه اللي حضرتك المفروض تبقى كاتبها ليه، لان انت ممكن تفكها بعد كده. حضرتك ممكن تربط تكتبها على جنب كده في النوتس عندك، او في الاسس، تعمل انت بقى حاجة اسمها ايه، الاسس التي بناء عليها تم اعداد البرنامج الزمني، في اسس وقواعد او في رولز انت حاططها كده، بتبقى حاطط في النوتس بتاعتك كده، ان بعد ما بنخلص اختبار الشبكه في زون 2 فيز 2 هنبدا بالري. يعني اذا الري مش هيبدا يوم الا يوم، انا عايز بس بنأخر الري، عايزه يبدا في اخر شهر مايو، تمام. فدي ممكن بعد كده لو احتجت بريس معين او محتاج نفس معين تضغط الشبكه تفك الري من دي مكان الفك اللي هتفك منه، تمام. دي مكان الفك اللي ممكن تفك منه. اذا العلاقه دي اللي هي ممكن تفك وتربط منها بعدين، بنحرك قطعه دومينو
بحيث تيجي معايا بالتاريخ اللي انا عايزه. تعالوا بقى نشوف الري هيخلص فين. تمام؟ الاريجيشن سيستم ممكن من غير ما نعمل فلتر اصلا كمان نشوف احنا عندنا زون 2، زون 2 فيز 1، زون 2 فيز 2، فيز 3، فيز 4. نخش على الاريجيشن، الاريجيشن 30 جون، يعني لسه في كمان، يعني بصوا خلص معانا الري هنا يا باشمهندسين يوم كام؟ يوم 30 جون. لاحظ ان هو كان خلصان يوم 30 4. تمام؟ خلصان يوم 30 جون. ممكن حضرتك بقى ايه تفك، انا فهمتك، فهمت السيكونس اهو، تيجي فاكك العلاقه اللي انت ربطتها. طب انا هتقول لي رابطها فين؟ انا رابطها في اول شبكه، اول شبكه في الري في زون، في زون 2 فيز 1، فيز 1 اول شبكه في الري اللي هي فين؟ اللي هي ده. فين العلاقه اللي انا جايبها؟ السيستم تيستنج اللي خاص بالصور سيستم. طيب وهو الدرايفنج يا باشمهندس، لاحظ ان هو اللي زق الشبكه اهو، مديك العلامه اهو، علامه الماركت اهوت، هو اللي زق لك الشبكه حركها لك. طيب انا عايزه نحركه كمان شويه، ممكن تيجي حضرتك فاكك العلاقه دي، فكك العلاقه دي ورايح رابطها بنشاط متاخر شويه. تعالوا ما ممكن ايه نفكها تاني في العشر دقائق دول، ممكن نفكها ونشوف. احنا قلنا هنربط بالصرف، نخش بالصرف في زون 2، زون 2 صرف جون مش هتنفع هنا في 13 جون، دي صعبة شوية بصراحة. تعالوا نخش على فيس 3 كده نشوف فيه نشاط، أنا عايز بس نشاط لو هو 15 20 جون. لا والله أنا عايز حاجة 30 مية، 29 مية أهو، 29 مية اللي هو، تعالى بقى 29 ماي نشوفوه بقى بالنعمعة دي اللي هو ايه، سبلاي اند انسوليشن. تمام، هات لي، هات لي سبلاي اند انسوليشن، مش هو النشاط ده؟ لا تمام، اه هو ده. طيب اهو ضغطت عليه يا باشمهندس وطلع لي على شبكة الري ايه، في زون واحد، في زون اتنين فيز واحد. فين شبكة الري؟ زون اتنين فيز واحد اهو. تمام مظبوط كده، وقول له سكادول، هتتحرك شويه لقدام، اتحركت شويه لقدام بس هتجيب نتيجه معانا فوق. وتعالوا بقى خش على شبكه زون 2 فيز 3، هات لنا زون 2 فيز 4، اخر شبكه ري في فيز 4 اهيت. حلو، 7 جولاي مفيش مشكله، يعني 7 جولاي عايز تزودها شويه مفيش مشكله، تبدا بقى ايه بالتراي ان ايرور بالرابطه دي لان هي تبدا تحركها. تمام، طيب بيتبقى معانا، بيتبقى معانا ايه؟ شبكه الميه لانها خلصانه يوم 29 جولاي، يبقى اذا. وممكن برضو لو عايز بقى تجيب المده بالظبط تيجي مثلا في شبكه الري تديها يوم، يوم يعني او يومين او تزود شويه لحد ما تيجي معاك التاريخ دي. يعني لو انت عايز مثلا تجيبها مثلا 16 ايه؟ 16 جولاي ممكن ايه؟ او تحركها شويه، تاخر شويه مفيش مشكله، تاخر يوم 5، يوم 5 جون مثلا. تمام؟ طيب باقي لنا، باقي لنا دي هتقل، مفروض تقل، تقل 10 ايام، تقل 10 ايام. تعالوا بقى نشوفوا ايه، ايه ايه اللي ممكن نقلله. احنا عمالين مش عايزين نيجي يم الانشطه اللي احنا بنيناها التواريخ دي. تعالوا بعد كده نشوف الاعتمادات، هل ممكن نقلل في الديزاين او الشوب دروينج والكلام ده كله. نرجع بقى نخش على الشوب دروينج والديزاين دروينج. تعالوا بقى نشوف الانجينيرنج، البوتابل ووتر هنا 7 ايام، 7 ايام. ممكن نخلي هنا، نخلي دي 5 6، ونخلي الاعتمادات 6. في حاجة تاني الشوب درونج، هات لي الشوب درونج بقى، البوتابل ووتر هات لي البوتابل ووتر 6. وممكن تعمل فلتر بقى عليها وتظبط وتعملها في 6 بسرعه. لاحظ ان احنا بنرجع ل 6، حتى الصرف كنا عاملينه 6. البريكيورمنت بقى التوريدات، 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 اللهم صل على الحبيب مصطفى. دي 3 ايام والله يعني ما ينفعش فيها. ممكن تخلي دي مثلا ايه،
تخليني بداية يعني تخليني ايه 10 ايام للمرحلة الأولية، وبعد كده بقى اشتغل براحتك، تعالى اعمل سكادول كده وخش على المية آخر زون في فيز 2، شوفها قلت قد ايه. فيز في زون 2 فيز 4 اهي المية، المية يا يعني ده كله عملنا جابت معانا 7 ايام. طيب في الحالة دي بقى ممكن ايه، عشان بقى لو احنا عايزين بس نخلص ونقول لك ان احنا نظبطها ازاي، طبعا دي لسه ما زالت مفتوحه يا باشمهندسين اهو، لاحظ ان دي لسه زالت مفتوحه، هنقول لكم تتربط ازاي الحلقات الجايه. ممكن حضرتك بقى ايه الباك فيلنج تضغطه شويه، يعني مثلا لو قلت دي 10 ايام، لاحظ بقى ايه المعدات هتزيد في الوقت ده، تمام، وقول له اخر زون هتبقى 10 ايام، ودي انا كسرت فيها القاعده جابت معايا 18 ايه 18 جولاي، خلي لي دي 9 ايام، ودي طبعا الوحيده اللي كسرنا فيها القاعده، انا كسرنا قاعده الارقام اللي جايه من البريمافيرا، تمام. طيب بعد كده دي مفتوحه يا باشمهندس، الشبكه دي مفتوحه، وشبكة على فكرة وشبكة الري هتلاقيها مفتوحة اهي، تمام، وشبكة الصرف برضو مفتوحة. بيتربطوا بإيه بقى يا باشمهندس؟ هيتربطوا حضرتك ب، بص بقى في المايلستون، احنا في الاول احنا مش احنا بدأنا شغلنا، قلنا زون 2 ان جي 2 هتستلم من جي 1 بتاريخ 6 6 فبراير، طيب ما هي هتسلمها يوم 17، يبقى ايه فين جي 1، ايوه جي 1 هتستلم الاعمال في زون 2 يوم 17/7/2020، يبقى اذا اخر اعمال صرف وري وميه في زون 2 فيز 4 هيرتبطوا بالتاريخ دي، يبقى السكسيسور بتاعهم اللي هو ايه ان جي 1 هتخش، تمام. تعالوا بقى ايه تعالوا نربط الكلام ده. طيب احنا عندنا زون 2 اهوت فيز 1، لا مش عايزين، احنا عايزين فيز 4 لان هي اخر الاعمال فيها كانت فيز 4، فيز 4 تعالوا فيز 4 بقى هيكون بعد بعد ما نخلص ساور سيستم، هتخش ايه هتخش زي هتخش هتخش جي 1 المقاول الاولاني، وبعد ما تخلص المية هيخش المقاول الأولاني، وبعد ما نخلص الري هيخش المقاول الأولاني، تمام. واعمل سكادول، دي بقى الميزة ان احنا ما حطيناش كونسترين هنا عشان نشوف التاريخ دي هيتحرك امتى، لاحظ ان هو قاري معايا 2 يناير 21، لما نعمل سكادول عايزين نشوف هو هيجي معانا يوم 17 ولا لا. تعالوا بعد كده بقى ايه احنا عندنا ايه، ده احنا ربطنا ايه هنا، ارى معانا يوم 9 سبتمبر، لا ده الرابطه كده خطا. طب ايه الدرايفنج هنا، تعالى جو تو دي 9 سبتمبر زون 2 فيز 4 الساور سيستم، لا ده هنا الساور سيستم قاري معانا 9 سبتمبر يا باشمهندسين، لا ده دي حي دي 17 جولاي مظبوطه، دي 5 جولاي مظبوطه، تمام، دي 9 سبتمبر، لا ده زايد الساور سيستم كده، الساور سيستم دي فيه مشكله عايز يقل تخفض ايامه، ليه؟ لان 9 سبتمبر، امال احنا كنا قاريين كنا قاريين جولاي منين؟ احنا كنا قاريين احنا كنا قاريين زون 2 فيز 3 في رساله جت، ثانك يو شكرا لله. طيب زون 2 فيز 2 23 جون الصرف كده زايد الصرف، اول اعمال في الصرف شبكه الصرف دي 17 جون، دي ما فيهاش مشكله، دي 23 جون ما فيهاش مشكله، دي 4 سبتمبر، لا ده فيها مشكله، دي كده ايه فيها مشكله، و29 سبتمبر فيها مشكله، ده دي زايده، دول احنا عندنا دول 29 سبتمبر دول هيقلوا
ب 17 ايه؟ 17 هيقلوا ل 17 جولاي، هيقلوا ل 17 جولاي. في الحالة دي يا باشمهندسين معاك حلين، يا تزود في الحالة دي احنا هنقول له ان الزون 2، تعالوا بقى نرجع للرسمة، هنا رامية معانا كام؟ رامية معانا شهرين زيادة، زون 2 وزون 3 وزون 4. زون 3 وزون 4 جايبة معانا لشهر كام؟ جايبة معانا لشهر 14 سبتمبر، يعني مزودة تقريبا شهرين، تمام؟ زايدة شهرين. في الحالة دي هنيجي عاملين ايه معاك؟ يتخفض المدد كلها يوم 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 يوم، يعني كل تاخدها بنسبة وتناسب، تمام؟ تاخدها بنسبة وتناسب يوم 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 يوم، تمام؟ يا إما تفك العلاقات، تفك العلاقات وتبدأ مع بعض. تعالوا بقى نقول لكم ازاي نخفض المدد يوم يوم يوم. بتخفض دي بالجلوبال تشينج. طب دلوقتي الساعة 11، هنخفض يا باشمهندسين في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض طبعا ايه تظبيط الحاجات دي، من اصعب شغل على البلانر، لانه بيتعب فيها جدا، وخاصة لو في كونسترين وحاجات كتير، وانا دخلتك في المشاكل عشان تعيش معايا. في الحلقة الجاية ان شاء الله هنعرفكم ازاي نخش على الجلوبال تشينج، ونبدأ ناخد من كل نشاط يوم واحد فقط، تمام؟ نقول له يوم نخفض يوم، وممكن كمان مش كل الانشطه، ممكن ناخد الانشطه مثلا ايه اللي هي مثلا زي السيستم تيستنج، زي ده نخفض يوم واحد فقط عشان نرجع لايه، نرجع ل 17 17 جولاي. واسف ان انا بطول في الكورس دي، لان هو الكورس يعني انا مختار لكم صراحه كيس ستادي صعبه جدا، وصعب عليا ان انا اظبطها كمان، ولكن انا لازم اعيشك في كل المشاكل عشان تبقى عايش كل المشاكل اللي عشتها. هنبدا الحلقه الجايه ان شاء الله مع بعض، هنخفض زي ما قلت لكم، هنخفض شبكه الصرف. وانا بصراحه لما لقيت ميه زايده عن الصرف استغربت، قلت ايه السبب، لان اعمال الميه الصرف اكتر، ولكن ما كنتش واخد بالي ان هي راميه ل 9 سبتمبر. هنبدا نخفض المدد دي، ونعرفك ازاي تخفضها على جلوبال تشينج، وهنكمل مسيرتنا بقى ربنا يعيننا، ممكن ناخد محاضره او اتنين في تظبيط الكلام ده كله مع بعض. بعد ما بتظبط الكلام ده كله ان شاء الله بتبقى خلصت اصلا، بعد نبدا نظبط ممكن تظبيطه بسيطه في الريسورس، لازم تكون ايه ريسورس سموزنج شويه. نكتفي ان شاء الله في الحلقه دي مع بعض. الله يكرمكم يا باشمهندسين، انا بصراحه يعني نفسي اخلص لكم بسرعه، ونفسي اديكم كل اللي عندي والله، ولكن يعني مش بايدي يعني. ربنا يكرمكم، شكرا لكم ودعمكم لينا، بخلينا نستمر ان شاء الله. شكرا لكم يا باشمهندسين، انك يعني نلتقي مع بعض المحاضره الجايه ان شاء الله مع بعض.